السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة إسراء جمعة، MJDF MFD Master for Medicine Diagnosis and Maxillofacial Radiology. النهاردة المحاضرة الثالثة في السيريس اللي احنا اتفقنا معاكم ان احنا ان شاء الله هتكون متاحة بالنسبة لكم فور فري على ماستر كي اكاديمي للزمالات البريطانية. ابتدينا بأول واحدة الميديكال ايمرجنسي، وتاني واحدة اتكلمنا على البيزك دايجنوستيك سكيلز، والنهاردة المحاضرة الثالثة هنتكلم فيها على الكومن ريد اند وايت ليجنز اللي بنواجهها في العيادة. بس أنا بصراحة حبيت إن إحنا نتكلم عليها في شكل كيسز، بمعنى إحنا مش جايين نكلمك على الأريا بتاعت السبيشاليتي، الأريا الكبيرة جدا بتاعت الأورال ميديسن، ولكن إحنا جايين نكلمك على الحاجة اللي كل يوم هتشوفها في العيادة. أنا عايز أكون براكتيكال، وعارفة إن في حاجات كتيرة جدا هي أريا أوف سبيشاليتي في الأورال ميديسن، لكن برضو في حاجات كتيرة جدا بنشوفها في العيادة من الريد والوايت باتشز الكومن اللي بتجيلنا كل يوم وبنبقى محتاسين فيها. فأنا حبيت الموضوع يمشي أكتر إنه دردشة، بدل ما يبقى إن أنا أجي أقعد أرص لك الحاجات اللي مكتوبة في تكست بوك والمكتوبة في أي ممكن كتاب جامعة تلاقيه أو أي presentations بنشوفها أونلاين. لا، خلينا نشوف كيسز، والكيسز دي ريال سيناريوز انا شفتها بنفسي، حتى وان كانت الصور مش لازم تكون صور البيشنت، انا حافظت دايما ان الصور تبقى واضحه وصريحه. ونشوف هنقدر نفهم ايه من الهيستوري بتاعها، وايه المتشابهات اللي شبهها، وايه الحاجات التريتمنت اوبشنز الشهيره للحاجات الشهيره اللي بنشوفها كل يوم. تعالوا نبتدي مع بعض كده الاول باول كيس موجوده معانا ونشوف حاجه زي كده. انا يمكن كلمتكم في محاضره البيزك دايجنوستيك سكيلز ان اول خطوه لازم تتعلمها بعد الهيستوري الديسكريبشن. فكرة انهم كانوا بيعلمونا نوصف اللي انا شايفه مش كلام يعني وحش يا دكاترة، او مش كلام لا اصله كلام اكاديمي قوي يا دكتورة، لا انت لازم توصف اللي شايفه عشان على اساس الوصف هتديله الديفرنشال، وعلى اساس الوصف هتعرف انت ماشي في انهي سكة. منظر زي ده I can see multiple ulceration. اوكي، احنا نقدر نعد اكتر من 10 واكتر من 20. It looks like a clusters، ودي حاجة مهمة جدا. تعالوا نشوف الهيستوري كده اللي بيجي لنا كل يوم شكله ممكن يكون فيه ايه. بنتكلم على 30 years old lady very stressful about or talking about it in an angry way، بتكلمك بطريقة متنرفزة جدا على حاجة زي كده، بتكلم ان هي متضايقة. طبعا الكلام ده كله انا بحطه ليه، وانا حاطه لكم فعلا السيناريوز دي من مواقف انا وقفت فيها او قريبه منها. عشان ايه؟ عشان تعرف ان كل حاجه تفرق، طريقه كلام البيشنت تفرق، اي معلومه البيشنت بيقولها بتفرق، نظره البيشنت بتفرق. فاحنا بنتكلم على 30 سنه، بيشنت عنده 30 سنه بيتكلم بطريقه عصبيه جدا عن الحاله اللي عنده، وان هو تعبان وزهقان وقرفان، وان الحاجه دي بتجيله بهاي انترفل. جينا في الجزء بتاع الميديكال هيستوري، جينا في الجزء بتاع الميديكال هيستوري لقينا ان هو، خليني استخدم الماركر. في الجزء بتاع الميديكال هيستوري بنلاقي عندنا بلوتينج، وبلوتينج يعني البطن منفوخه، عاده بعد الوجبات بطنه تفضل منفوخه. اوقات بنسمع كومبلينز تبدو انها غريبه. لو انا ما ترجمتش الكومبلينز دي زي ما كلمتكم في البيزك دايجنوستيك سكيلز للناس اللي حضرت المحاضره اللي فاتت، ما ترجمتش الكومبلين بتاعه العيان اللي تبدو انها بيزار لحاجه اقدر استخدمها، صدقني الموضوع هيبقى صعب عليك. يا اما هتاخد كل كلمه بيقولها البيشنت انها سيريس، يا اما هتاخد الكلام المهم مش هتاخده على محمل الجد. فلازم تبقى عارف ايه هي الانفورميشن اللي هتفرق معاك وايه اللي هتجهلها. فالبيشنت بتشتكي من بلوتينج، مفيش سبيسيفيك ميديكيشن، ممكن بتاخد شويه انتاسيد، ممكن بتاخد شويه مضادات للحموضه للمعده، فطبعا دي حاجه لازم احطها ان كونسيدريشن. لما سألتها على دينتال هيستوري بتتكلم على 3 hours extraction، ان هي قريب، مش انها خلع من 3 ساعات، لكن انها مرت ب 3 hours extraction، كان خلع طويل المدة. ولما سألتها على الحاجات اللي بتستخدمها من ضمن الحاجات الدنتال، to be honest not a social يعني، بس من ضمن الحاجات الدنتال، من ضمن الحاجات اللي بتستخدمها، أنا بسأل على كل حاجة عادة للبيشنز بتوعي، بسألهم بيستخدموا إيه، حتى إيفن لو مستحضرات تجميل جديدة بسألهم عليها. فنيو توث قالت لي إن هي بتستخدم نيو توث بيست، مستخدمها لأول مرة في حياتها، ودي نقاط مهمة جدا هنتكلم عليها دلوقتي حالا. طبعا إيه اللي أنا ممكن أطلعه من حاجة زي كده؟ patient عندها multiple ulceration بالشكل ده، عندها مشاكل في المعدة حتى وإن كانت مشاكل غير مشخصة بالشكل اللي انت عايزه،
ودي نقطة دي كلمت عليها برضو في البيزك دياجنوستيك سكيلز. جيت قلت لكم لما يجي البيشنت بسأله بقول له انت عندك مشاكل في المعدة، يقولك انا ما عنديش. لكن لما اجي اسأل بيشنت سؤال اللي بعده اي حاجة، مش لازم تكون كشفت عند دكتور، مش لازم تكون متشخصت المشكلة، هل في مثلا عندك اي حاجة مزمنة مضايقك في معدتك، لان دي حاجات البيشنت بيبقى متخيلها طبيعية او ان هي ما فيش مشكلة، وتكون انت اول حد ياخد باله منها. طيب ليه انا اصلا يهمني في موضوع الالسريشن؟ طبعا المنظر اللي قدامي ده احنا بنتكلم في المالتيبل ألسرز، والمالتيبل ألسرز احتمالاتها كتيره جدا. ايه اللي يخلي بيشنت يطلع له مالتيبل ألسرز؟ المالتيبل ألسرز انا مش هحل الكيس، انا هتكلم يعني في الاخر خالص هنتكلم الكيس ايه طبعا وطلعنا ايميل هيستوري، بس انا بقول لك الشكل الطبيعي للهيستوري بقى ازاي واحنا بنفكر ازاي. لما اجي افكر في المالتيبل ألسرز اول حاجه افكر فيها طبعا الافثس ألسر. ما هي الافثس ألسر one of the most common forms اللي بتظهر بيها الهربيتي فورم، انها تطلع باكتر من شكل، او الماينر افثس ألسر بتطلع لي باكتر من شكل. افكر في الفيرال انفكشن، ما هي الفيرال انفكشن بتبقى عباره عن مالتيبل ألسريشن، وان سبقها ايه فيسيكلز زي المنظر اللي انتم شايفينه قدامكم ده دكاتره، ان ممكن يكون البيشنت عنده فيسيكلز والفيسيكلز دي حصل لها رابشر وكان وراها ايروجن او ألسريشن. فعاده انا دايما اقول اغلب الفيسيكلز في الاورال كافيتي مصيرها الى الزوال، فعاده انا ممكن ما كنتش شفته في مرحله الفيسيكلز لكن شفته في مرحله الالسريشن. فيبقى المالتيبل ألسريشن اول حاجه احطها في دماغي الافثس ألسر، تاني حاجه احطها في دماغي الفيرال انفكشن. وطبعا الفيرال انفكشن ليه مواصفات، ليه مواصفات هنتكلم عليها لما نيجي نجمع وانا بفكر ازاي في الديفرنشال. ده منظر تاني برضو لفيرال انفكشنز فيها مالتيبل ألسريشن، وايد سبريد ألسريشن، موجود على التانجو، موجود على البلد، منظر للهربيتيك جيوستوماتيتس. برضو المالتيبل ألسريشن بتيجي عندي في الفيرال انفكشن ممكن تيجي نيلاترال، وانا كنت لسه شايفه كيس قريب من الكيسز اللي علمتني الادب، عارفين كيف في بعض الاوقات كيسز تفكرك ان في حاجات انت بتاخدش بالك منها. اليونيلاترال ألسريشن برضو من الحاجات الشهيره جدا للشينجل والفاريشيلا زوستر، الحزام الناري اللي بيجي انترا اورال في شكل ألسرز وبيبقى ماسك خط واحد يونيلاترال ما بيعديش الناحيه الثانيه، بيجي في البلد او بيجي في التانج على حسب ضرب المجزلري او المانديلر برانش بتاع الترايجيمينال، بس برضو من الحاجات اللي بتدي شكل المالتيبل ألسريشنز. المالتيبل ألسريشن لما انت اوقات ما تبقاش قادر تديسكرايب، ولما انت تبقى لسه متخرج او بقالك مش بتشوفش الحالات دي كتير، ما تبقاش قادر تميز ما بين الالسريشن وما بين اشياء اخرى. بمعنى ايه؟ المنظر ده كلكم عارفينه اللي هو شكل الجيوغرافيك تانج او الميجراتوري جلوسايتس. المنظر ده كمان على فكره بيجي في الميكوزا وبيجي في زي ما انتم شايفين هنا، ممكن يجي عندي في الميكوزا بالمنظر ده فيديني حان هو ألسريشن لكن هو مش ألسرس، هو نفس فكرة البيناين ميجراتوري جلوسايتس أو الجيوغرافيك تانج، بيبقى عندي شكل الإيروجن شوية. فألاقي مثلا حد نزل كيس زي دي على الفيسبوك وهو مش غلطان قوي لما يعمل حاجة زي كده لأنه يمكن ما شافش كتير، فيجي يقول هي دي ألسر ويبتدي يمشي في تشخيص المالتيبل ألسريشن، في حين أن بيبقى شكل الميكوزا بالشكل ده إيريثيماتس فيها كايند أوف شكل الجيوغرافيك تانج، نفس الحكاية ممكن أشوفه أتخيل أنه هو ألسريشن وهو مش ألسريشن بمعنى الكلمة. بس أنا برضو عشان أنا عارفة أنت ممكن تشوف إيه فتخليك متلخبط، رغم أن ممكن بعض الكتب ما تحطهاش ديفرنشال لبعض، لكن أنا عارفة أن شكلهم بيشبه بعض، فممكن يبقى الموضوع كله عبارة عن جلوسايتس ميكوسايتس أو حاجة شبه الجيوغرافيك تانج بتيجي عندي في الميكوزا تيجي عندي في التانج فيديني شكل الألسريشن ويبقى شكله مالتيبل فيبقى شبه المالتيبل ألسريشن. مش شرط يبقى عندي زي ما بقول لكم، انا عارفه ان بعضنا بيوصف غلط وبعضنا ما بيشوفش صح وبعضنا ممكن تبقى لسه ما عندوش الاكسبيرينس، مش عيب خالص. بعض الحاجات برضو بنتخيل انها شبه المالتيبل ألسر زي النيكوتينكس استوماتايتس نيكوتين، اوكي او النيكوتينكس استوماتايتس، ابص الاقي عندي انفلاميشن هنا في الماينر سليفري جلاند فشكل الانفلاميشن بتاعها والفازوليتيشن اللي حصل فيها يديك ايحاء ان في ألسرز هنا، اول عين يقول لك انا الحته دي بتوجعني يا دكتور، وانت مجرد ما تفتح تلاقي شكل الاحمرار ده فتتخيل هو ألسرز، اوكي. فدي من الحاجات تو بي كونسيدرد ان انت ممكن في بعض الاوقات لو لسه ما عندكش الاكسبيرينس انك تقدر تميز ما بينها وما بين المالتيبل ألسريشن.
عايزه انبهك على حاجه مهمه جدا، الايروجنز. بصوا المنظر ده ممكن في بعض الاوقات انت تتخيل ان هو ألسرز وتبتدي تمشي في الديفرنشال بتاع الألسرز في حين ان هي مش ألسريشن، دي ايروجن. طيب هو انا لازم اعرف الفرق بين الحاجات دي، الحاجات دي هتيجي بالاكسبيرينس، ولازم اكون بتعلم بعرف اخد هيستوري كويس جدا، ولازم احطها ان كونسيدريشن. فتو بي اونست، لو انا بتكلم في الكيس اللي احنا لسه بنتكلم فيها اللي هي المالتيبل ألسريشن، المالتيبل ألسريشن ممكن تبقى احتمالات كتير، لازم اثين كومن الاول، ما ينفعش ان انا اروح اجيب اخر الليست. ممكن تبقى عندي طبعا الافثس ألسر، والافثس ألسر تخليني افكر ازاي عشان اعرف هي ولا لا. لازم اراجع الميديكال هيستوري الاول. للاسف انتوا اول ما بتشوفوا افثس ألسر بتقولوا للبيشنت ايه؟ ستريس. الستريس طبعا ده كومن كوز او كومن ريسك فاكتور، ليها شهير جدا، بس خلي بالك انا لازم الاول اكسكلود الحاجات التانية قبل ما اقول للعيان دول شويه ستريس وده طبيعي وده كذا. لازم اكسكلود الحاجات التانية. فلو انا شاكك ان اللي قدامي ده هربتي فورم او ماينر افثس ألسر، لازم اول حاجه اكسكلود الميديكال كوز، ثم الدنتال كوز او اي حاجه العين بيعملها تانية، وفي الاخر خالص ممكن اقول له ان الموضوع عندي ستريس، ودي حاجه ساعتها مش غلطانه فيها لما اوصل بيها. ايه الميديكال كوز اللي لازم اعمل له اكسكلوجن؟ رقم واحد الانيميا، ايرون ديفيشنسي انيميا، فيتامين بي 12 ديفيشنسي، ايرون فوليت ديفيشنسي. لازم العينه اقول له اخر مره عملت سي بي سي امتى، لو عنده حتى لو هو ما عملش ممكن انا اطلب منه سي بي سي، وانا بشوف ان من المهارات اللي لازم دكتور الاسنان يكون يعرفها انه بيقرا سي بي سي كويس جدا. ما ينفعش ما كنتش عارف اترجم كل حاجه فيها، ودي الصراحة ليها مقال آخر. فأول حاجة بفكر فيها إن البيشنت ده ممكن يكون عنده أنيميا. الحاجة التانية إنها ممكن تكون مرتبطة بسيستيميك ديزيز تانية زي الجي آي تي، عشان كده مثلا البيشنت اللي لازم أسأله وأقول له في مشاكل عندك في المعدة، يقول لي لا يا دكتورة أنا ما باخدش حاجة للمعدة، أنا حالتي كويس. أبتدي أقول له لا، طب في مشاكل في دخول الحمام نفسه، عندك انتفاخات، عندك كذا، لأن البيشنت ممكن يتخيل إن الوضع ده عادي، دربكة أكل الكلام ده كله. لكن أنا أول واحد أوجهه إن أنت خلي بالك أنت عندك مشكلة. ليه؟ عشان القولون العصبي، عشان مشاكل الامتصاص بتعمل لي انيميا، وعشان القولون العصبي بيطلع ايه؟ بيطلع ألسرز طبعا. يعني ده الريتبل باول سندروم او الريتبل باول ديزيز، دي حاجه راحه جايه معاه. بالاضافه ان اغلب الكرونيك بقى جي اي تي ديزيز اللي بتبقى مشخصه، بنبص نلاقي العيان عنده نقص نفس الحاجات اللي احنا لسه متكلمين عليها في الانيميا، الايرون ديفيشنسي انيميا، الفيتامين بي 12 ديفيشنسي انيميا، والفوليت. فلازم اكون انا اوير بحاجه زي كده. دراج انديوست، لازم اي حاجه تطلع لي في البق لازم اراجع الدراج هيستوري. خلي بالك ان ممكن في ألسريشن بتبقى دراج انديوست، ممكن طبعا فكره انها مالتيبل وتبقى دراج انديوست مش حاجه كومن، عاده ممكن تبقى واحده اتنين تلاتة، بس ستيل ما احنا بنقول عليهم مالتيبل. يمكن مش بالشكل ده، مش بالشكل اللي قدامي ده اللي هو الهربيتي فورب او الشكل المنتشر في شكل كلاسترز ده او مجموعات، لكن انا لو منك اي حاجه لازم هراجع الدراجز اللي العيان بياخدها. وطبعا لو العيان كان تحت اي علاج قريب زي الكيموثيرابي او الراديوثيرابي لازم هراجعه. ده كل ده عشان اعمل ايه؟ عشان اعمل امانج او اراجع الريسك فاكتورز الشهيره. من الحاجات الشهيره جدا دلوقتي اللي بنتكلم فيها، او انا تقريبا انا بقيت اي عيان لازم اراجع له الموضوع ده لما بلاقي الريكرنت افثس ألسر بتروح وتيجي عليه كتيره جدا، هو الاتش بايلوري، الجرثومه بتاعه المعده الهيلوباكتر دي مجرمه. هل هي نفسها بتعمل ألسريشن؟ لا، لكن لقينا ان هي من البكتيريا اللي موجوده بشكل رئيسي في الاورال ألسرز اللي بتطول عمرها. ما احنا هنتكلم واحنا جايين في الاخر نتكلم على علاج الافثس ألسر، اكيد ان انا مش هتكلم على علاج كل الألسراتيف ليجن، لكن هتكلم على الحاجه اللي انت بتشوفها كل يوم الافثس ألسر، سواء كانت مالتي او سواء كانت سنجل. فلما نيجي نتكلم على حاجه زي التريتمنت بتاعها، اول حاجه لازم تعرف انها بتطول من عمر الألسر هي السوبر امبوزيشن بتاع البكتيريا. اتس نوت ا بكتيريا ان اوريجن، لكن بتيجي فوقها البكتيريا تديها نفس، تديها عمر. فانا لازم في المانجمنت بتاعي اعمل حاجه اكتن از انتي سيبتيك او انتي بكتيريال، او تقلل البكتيريا لودز الموجوده في المكان ده عشان اقصر من عمر الافثس ألسر. فبالتالي لو انا جايه اجمع تاني الكلام ده، وانا يمكن حطهولكم كده اعتقد في سلايد، لو انا هجمع الهيستوري بتاع الافثس ألسر عشان اتاكد ان اللي قدامي دي انا بتكلم في ريكيرنت افثس ألسر، لازم هراجع الميديكال كونديشن زي الجي اي تي ديزيز، زي الانيميا، ولازم
هتأكد يعني اتليست يكون عندي مهارات قراءة السي بي سي والكلام ده كله. اراجع مع البيشنت اي ريسنت دراجز عشان اتأكد ان اللي قدامي دي ممكن تكون دراج انديوست ulceration وممكن تكون افثس ulcer بسبب الدراج عمل لها تريجرينج. يعني خلي بالكم في بعض الميديكيشنز تعمل افثس ulcer وفي بعض الميديكيشنز تعمل ulceration, لان في فرق ما بينهم, في فرق ما بين الافثس ulcer بشكلها بشكل ريكورنت بتاعها وما بين شكل ان هو دراج انديوست ulceration. بس على العموم في الاخر انا عايز اراجع الدراجز عشان ما اضيعش وقته كتير, يبقى لازم اراجع انيميا, اراجع جي اي تي ديزيز, اراجع الدراجز, اي ريسنت ثيرابي زي الكيموثيرابي والراديوثيرابي لازم اتاكد منه ولازم اظبطه قبل ما انقل على اوبشن اخرى, قبل ما افكر في حاجات تانية. من الحاجات اللي انا بقيت اطلبها من الناس عاده اللي عندهم ريكورنت افثس ulcer مش مستجيبه لحاجات كتير او بتطول او وقتها بيطول, ان انا اطلب تحليل الاتش بايلوري بقى ريكومندد في حاجات كتيره جدا ان احنا نطلبه للناس اللي عندها ريكورنت افثس ulcer ما بتتحسنش. الحاجه التانية قبل ما نخلص بالنسبه للجزء السوشيال والدنتال برضو هو الالرجي لبعض الحاجات. الافثس ulcer بشكلها الماينر او الهربيتي فورم اوقات تطلع نتيجه الرجي, ودي شهيره جدا مع التوث بيست. الماده السفاحه اللي انا دايما بقى عندي بروتوكول ان اي بيشنت يجي لي باني كايند اوف ulceration انا شايفه ان هو نتيجه الاسترس او نتيجه الاني كونديشن مش واضحه بالنسبه لي, ان اول حاجه اقول له وقف استخدام اي توث بيست موجود فيه الاس ال اس اللي هي صوديوم لورالايل سلفيت, المادة المجرمة اللي كلنا نبقى عايزين نوقفها في الشامبوهات وفي التوث بيست وفي الكلام ده كله. فلازم أراجع مع استخداماته, بتستخدم ماوث أوش إيه, بتستخدم توث بيست ليه, لأن زي ما أنتوا شايفين الحاجات البسيطة دي ممكن تكون أنا عمالة شغالة أعالج وأقول له كذا, ودايما للأسف دكاترة الأسنان بتعمل إيه لما يجي بيشنت عنده أفثس ألسر وهي عرفت إنه أفثس ألسر تقول له بص هي تروح لوحدها. أيوه هي تروح لوحدها, بس كلكم جربتوا الأفثس ألسر عارفين هي painful إزاي. دي حاجة. الحاجة التانية ان العيانين بتبقى زهقت, في عيان بيبقى طول الشهر عنده افثس ulcer فهو مش جاي منك عشان انت تيجي دلوقتي تقول له طب بص حط الجل ده, حط جينجر جل, حط مش عارفة ايه, هتروح لوحدها. لا, العيان ده ليه قصة لازم تسمعها ولازم تعرفها, لازم تعرف طب بيطلع له كتير ليه, طب ازاي نقلل ظهورها. انا عايز اقول لكم ان 3/4 انا واحدة اورال ميديسن سبيشالست, 3/4 الحالات اللي بتحول لي ان هي حالات افثس ulcer مش عارفين الجي بي يتعاملوا معاها, مع ان مجرد ما نمشي العين على شويه تعليمات ونحسن حياته من حيث الريكرنس يعني بيبقى جريتفول بطريقه رهيبه. ففكروا في كده, ان انا اول حاجه مانج الميديكال كونديشن, اراجع معاه اي حاجه بيستخدمها حوالين بقه, اراجع معاه اي الرجي عنده لاي حاجه في الدنيا واي ميديكيشن ممكن يكون بياخدها. الحاجه الثانيه بقى, احنا اتفقنا مع بعض ان انا اول حاجه هفكر فيها الهربيتي فورم, وفعلا الكونديشن دي كل الهيستوري بتاعها بينطق وبيقول انا ايه, بيقول انا هربيتي فورم ماينر افثس ulceration. ليه؟ بيشنت ستريسفل خلاص. انا فاكره بيشنت كويس قوي كان بيكلمني كل يوم في التليفون يقول لي يا دكتوره الافثس ulcer انا ما بنامش منها, انا تعبان, انا رحت الناس كتير, انا كذا, الكلام ده كله. اول ما دخل قلت له بص انا يعني من تليفوناتك ومن طريقه كلامك ومن مسجز اللي بتبعتها لي على الواتساب انا اتاكدت ان لازم يكون عندك ماينر لازم يكون عندك افثس ulcer. الراجل بقى بيضحك, قلت له انت عصبي جدا وكذا وبتاع ليه. انا اي نعم رجعت مع الاسباب التانيه وفعلا كان في مشاكل تانيه, بس انا لازم اقول للبيشنت ان ده ليه دور, انت ليك دور في المشكله اللي عندك. اوكي, لازم اكون صريح معاه, ممكن هو ما يعرفش يحلها بس في ناس ممكن على الاقل ادراكها لده يكون جزء من الحل. اوكي, يعني من كلامه من عصبيته خلاص انا ادركت, يا مزن انا ادركت على طول ان في مشكله. يعني الحاجه التانيه طبعا البيشنت ده واضح ان هو عنده مشاكل في القولون وده جزء من العصبيه بتاعته, او عنده مشاكل في المعده بصفه عامه, فانا ممكن اساعده احسن ان انا احوله لدكتور كمان معايا, بس انا مش هسيبه متالم, احل له ازمته. الحاجه الثالثه ان انا لازم اراجع معاه انواع التوث بيست اللي بيستخدمها والواث ووشز والحاجات دي, لان في اسوشيشن كبيره جدا ما بين الحاجات دي وما بين زياده الريكرنس بتاع الافثس ulcer, ما بين التطويل في عمرها, فلازم اتابع الحاجات دي. طيب ده اول اوبشن. طب ازاي اعرف ان اللي قدامي ده ممكن يكون فايرال انفكشن؟ الفايرال انفكشن لهم مواصفات, في 60-80% من الحالات عندي ساينز وسيمتومز محترمه زي الفيفر, زي الانفيدينايتس, زي ان البيشنت تعبان ودايخ وحالته حاله, فطبعا ليه ساينز وسيمتومز جنرال. يسبقها عاده الفيسيكلز, وممكن العيان ما يشوفش الفيسيكلز دي, وممكن الناس اوقات ما يجيلهاش وتبقى سب كلينيكال ما يبقاش عنده حراره, بس ستيل هيبقى عندي الانفيدينايتس, هيبقى عندي ارهاق, هيبقى عندي شويه تعب بسيطين, هيبقى ده باين. وطبعا شكل الالسريشن عندي الوايت سبريد الرهيب بتاعه, ف
في اشهر فورم منهم وهو البرايمري هيربيتيك جلوبستوماتايتس اللي بنشوفه عاده في السن الصغير. لكن تو بي اونست انا دلوقتي وريسنتلي بقالي فتره بقالي سنه واتنين بشوف البرايمري هيربيتيك جلوبستوماتايتس از فيرست تايم لناس عندها 20 و30 سنه. فمش معنى ان هو يعني مش معنى هو صغير مش صغير في السن انه ما يكونش فايرال انفكشن. اوكي والفايرال انفكشن كمان ممكن تجي لي بشكل يونيلاترال زي الشنجل, ودي برضو بنشوفها. يعني انا فاكره كيس كان بيعمل اندودونتيك تريتمنت وفي وسط الاندودونتيك تريتمنت طلع له الراش بالمنظر ده على البلت, والفايرال انفكشن بتبقى مؤلمه جدا, البيشنت مش عارف ياكل مش عارف يشرب, وبالذات الشنجل اللي بيجي انترا اورال او اكسترا اورال, الشنجل اللي هو الحزام الناري من اسمه فيري بينفل, فبيبقى الألم فيها أشد بكتير جداً من الألسرز العادية. بيشنت حتى مش قادر يتمضمض مش قادر يشرب, وبنلاحظ أنها ماسكة مسار واحد يونيلاترال, رار جداً أنها تعدي بايلاترال. ورغم أن أنا يعني بقول الكلام ده ليل ونهار وبشرحه في محاضراتي ليل ونهار, ولما الكيس دي تحولت لي بكلم البيشنت تخيلت انها من الكلام ممكن تكون كانت الانفكشن, كنت يعني مش متخيله الوضع ان هي فعلا طلعت ما بين يوم وليله بالشكل ده بسبب الاسترس, ان هو بيعمل اندودونتيك تريتمنت وتعبان وموجوع. يعني كانت من الحالات فعلا الواحد في حاجه نورت كده اول ما يا نهار ابيض كود بي فايرال انفكشن, وكانت فعلا فايرال انفكشن, وابتدى يظهر تاني يوم لي فيسيكلز على السكين او ابتدى يظهر له اروجنز وايربشنز على السكينز عندي, انا اسفه اروبشنز على السكين ابتدت تطلع وتحسنت جدا مجرد ما ابتدينا ناخد الانتي فايرال, والالام بتاعه الشنجل كانت سيفير جدا. فعشان ما انتهوش من بعض مالتيبل ألسريشن اول حاجه فكر فيها الهيربيتي فورم ألسرز, والماينر افيتس ألسر بتطلع في صوره مالتيبل, ونراجع ريسك فاكتورز بتاعتها من اول الميديكال والدينتال والسوشيال, ولها اي حاجه العام بيمارسها او الهابتس لازم تو بي ريكورد تتحط وتبقى ريكوردد. الحاجه الثانيه الفايرال انفكشن, والفايرال انفكشن طبعا بيبقى لها اعراض تسبقها وشكل معين ممكن تيجي يونيلاترال زي حاله الشنجل. الحاجه التالتة ان لازم اخلي بالي من المتشابهات, هي مش ulceration لكن انا عارفة ان انتوا في العيادة ممكن تتلخبطوا منها, زي ان البيشن ممكن يبقى عنده البيناين migratory glossitis اللي بيدي شكل ulceration شوية, زي ان البيشن يبقى عنده stomatitis nicotina اوكي ده برضو ممكن يخليني اتخيل انها ulceration ولكنها من التدخين, وانا تقريبا 3 ارباع الحالات الاستوماتايتس نيكوتين اللي شفتها في حياتي ما كانتش من التدخين كانت من الحاجات السخنه, فبي اوار ان برضو الحاجات السخنه الناس بتشرب الملوخيه مولعه الناس بتشرب مج النسكافيه مولع دي يعني المفروض تسميها ملوخيه بيرن بصراحه. خلي بالك انها ممكن تكون erosions وانت تتخيل انها ulceration, طب ما هي فرقه في ايه, ما هي نفس الشكل يا دكتوره ونفس العلاج, لا ما هي ده بيديني اتجاه ان هي في مرحله ما كانت شكل فيسيكلز, وشكل فيسيكلز ده يخليني افكر ان المكان ده كان ممكن يكون فيه ميكوكوتينيس ديزيز او واحد من الفيزيكولوبولس ليشن. فلما الاقي ايروجنز ده بيخليني انا ممكن اشوف منظر زي ده في ناس تقول لك بص ده ulceration عادي او ده ممكن يكون minor abscess ulcer, لكن انا لو قادر اميز بالشكل ما بين الايروجن وما بين الulceration كل الحكايه ان انا هقول انا هكف في ايدي عن العيان ده, ده شكل العيان ده عنده حاجه محتاجه مني ان انا اريفير, وده يعني اعظم حاجه انت ممكن تقدمها للبيشنت ده. احنا بنتخيل ان الحاجات دي area of specialty, في حين ان الخط الدفاع الاول لينا هو حضرتك هو الجي بي, انت خط الدفاع الاول اوكي, خط الدفاع الاول اللي قاعد في العياده ده لما يجي له حاله زي دي يعرف يميز اذا كانت ألسر اذا كانت فيسيكلز وعملت رابشر واحتمال يكون في كذا, هيميز منين, هيميز من الهيستوري, هيميز من الاكسبيرينس, هيميز من قدرته انه يعمل ديسكريبشن اللي قدامه ويفرق بينه. فهتبقى خدمه جليله جدا انك تشوف حاجه زي كده وترفع ايدك عن العيان وتقول له لا ده محتاج ان احنا نشوف سبيشاليتي, انا ممكن اكون شاكك في حاجه زي كده, بتعرف تاخد هيستوري كويس تبتدي تقول له طب كان عندك قبل كده حاجات زي البالونه وفرقعت, طيب عندك حاجات في السكن, طب ما اشوف الكلام ده يبقى عندي الفيجن دي ارفع ايدي عن العيان. طيب عشان ما تزعلوش ايه بقى اهم الحاجات في علاج الماينر افس اثر, مش هتكلم على علاج الحاجات دي كلها لكن هتكلم على علاج الافثس ألسر جنرالي ماينر ولا ميجر ولا هربيتي فور. أهم حاجة دلوقتي في العالم كله في أي تريتمنت بقدمه للبيشنت هو البيشنت إديوكيشن, فأحسن حاجة أقدمها لعيان الريكارنت افثس ألسر إني أعرفه أشرح له هي إيه بالضبط,
بوضوح، وإيه علاقتها ببعض الحاجات اللي هو بيستخدمها، وإيه علاقتها بالأكل، وإيه علاقتها بالشرب، وإيه علاقتها بالأدوية. إن أنا أشرح للعيان ده نص الطريق، صدقوني ده مش سر حربي، ده لازم العيان يفهمه. يبقى patient education والله هو ده أول حاجة. ليه؟ عشان دي حاجة البيشنت هتعايش معاها، وممكن ما يبقاش عندي حلول إن أنا أقلل الريكرنس زي ما أنت فاكر. آه في بعض الأوقات بنقلل الريكرنس بطرق كتيرة، وفي بعض الأوقات ما عنديش حلول وعايزه منه صبر. فعشان يصبر عليا وعشان يديني فرصه نشوف الافشنسي بتاع العلاج بتاعي، لازم يكون فاهم انا بعمل ايه. فبيشنت اديوكيشن هو خط الدفاع الاول. الحاجه الثانيه، لازم اعرف ان حاجتين يطولوا عمرها، الانفكشن، اوكي، سوبر امبوزيشن اوف انفكشن، والتروما. يبقى انا لازم اقضي على الحاجتين اللي بتطول عمرها. الحاجه الثالثه، ان البيشنت ده ان بين، يبقى لازم اديله حاجه تقلل البين. والحاجة الأخيرة، إن البيشنت ده عايز حاجة تزود سرعة الريبير وسرعة الهيلينج، فأدي له حاجة للريبير والهيلينج، الحاجة الأخيرة اللي عندي. والحاجة بقى المهمة اللي عايز أقولها في الآخر، إن في ناس بنعلمهم كويس ونشرح لهم الفرق ونديهم حاجات اللي أنا كنت بقولها فوق دي، وفي الآخر في ناس محتاجة مني ليفل أعلى. الليفل أعلى دي ممكن يكون بعض التريتمنت اللي أنا مش بنصح عادة أي حد إن هو يكتبها، ولكن السبيشاليتيز بيكتبوها. فمش معنى ان البيشنت ما بيتحسنش معاك ان هو غلطان او ان انت غلطان، لا، في حاجات اعلى، في حاجات ادفانسد، بس محتاجه سبيشاليتي، يا دكتور جلديه، دكتور اورال ميديسن اللي يكتب الكلام ده عشان يبقى مدرك المشاكل، او دكتور مثلا بعد كده بنتكلم في دكاتره مناعه، بس عاده احنا بنتكلم في الافتس السر، فجلديه او اورال ميديسن. يهمني تبقى عارف الليفلز، انا اتعامل امتى واتعامل ازاي، وامتى هقف واحول، لانه مش عيب، مش عيب، ده بالعكس دي ميزه. فأول خطوة اتفقنا عليها إن البيشنت ده لازم قلنا نعمله الإديكيشن. الحاجة التانية قلنا إن أمنع الاتنين اللي بيطولوا في عمرها، أمنع الإنفكشن، إن أنا لازم أكتب له على ماوث ووش يمنع سوبر إمبوزيشن أوف الإنفكشن. ممكن نكتب على فكرة كلوركس دين، بس في بعض الناس أصلا بيقال إن الكلوركس دين بتريجر عندهم كمان ألسريشن، بس دي مش القضية. أنا عن نفسي بفضل جدا التتراسايكل ماوث ووش، أوكي؟ أنا عن نفسي بفضل تتراسايكلين، استخدمه هو نفسه، الكبسولة تتحط على سالاين، يتمضمض بيها 3-4 مرات في اليوم، يعني بيها سواش محترمة ما تقلش عن 30 ثانية، ودي نقطة مهمة جدا هتكلم عليها في الماوثوشز اللي أنا هجيب سيرتها. أو ممكن يستخدم أنتيسبتك ماوثوش كويس يتمضمض بيه. التتراسايكلين بالنسبة لي أنا من الحاجات المحبذة جدا، إذا ما كانش في موانع لاستخدامه وهو مش بيستخدم سيستميك في الحالة دي، هنستخدمه توبيكال فقط أز ماوثوش. هايل هايل، اوكي. وفي ايفيدنس صغير كده بيقول ان هو كمان بيساعد على الريبير والريجينريشن، بس اللي يهمني انا ان هو بيمنع السوبرمبوزيشن بتاع البكتيريا، فده اول واحد ريكومند. الحاجه الثانيه، بس خلي بالكوا اي حاجه انا بتكلمها نص النجاح فيها هو الانستراكشنز. اغلبنا بيدي للعيانين الادويه ما بيقولهمش يستخدموها ازاي والسيكونس وامتى والكلام ده، فيحصل فيلير للتريتمنت. زي ابسط شيء، انا عايز اقلل البين بتاع العيان ده، نكتب له على التانتم فيرد الشهيره. التانتم فيرد الشهيره، التانتم فيرد احنا هنتكلم فيها 3-4 مرات العيان يتمنمط فيها، اوكي. التانتم فيرد انتيسبتيك وفيها انتي انفلاماتوري وبتهدي الالم، فبالتالي هي مظيفتها الاساسيه بصراحه از انتي انفلاماتوري. لازم ما يقلش عندي المضمضه بيها برضو عن 30 ثانيه. انا دايما اقول للعيان عد على ايدك، كم واحد منا بيقول العيان المضمضة ما تقلش عن 30 ثانية، وبكتب له الكلام ده على ورقة، لأن عيانين كتير جدا 5 ثواني وخلاص، 5 ثواني وبسبت ده ما خدناش حاجة، ما استفدناش حاجة نهائي، أوكي؟ ففكرة استخدام الـ تانتم فيرد من الحاجات اللي أو أي ماوث ووش بكتبه أو أي رانز بكتبه، لازم أكون عارف أقول العيان استخدمه وقت قد إيه. يبقى كده انا قللت البين. طب في عندي حاجات تانية ممكن تقلل البين؟ اه، ممكن البي بي سي سبراي يقلل البين، ممكن حاجات عندنا زي يعني الحاجات التوبيكال زي البي بي سي والتانتم فيرد من الحاجات الكويسه جدا في تقليل البين. والحاجات اللي بتعمل ريبير بس انا فصلها لوحدها، زي ايه بقى هيساعد فعلا ان الالسر دي يحصل لها ريبير؟ زي الجينجر جل والافثامد اللي فيهم الهيرونيك اسيد الماده الفعاله، الحاجات دي فعلا بتسرع الريبير وريجينريشن، فدي برضو بتقلل البين او sort of. طيب انا اتفقت معاكم على ايه؟ اتفقت ان انا عايز احميه من البكتيريا يبقى تتراسايكلين، اتفقت ان انا عايز احميه من التروما، احميه من التروما يبقى لازم استخدم حاجه as a covering agent، حاجه تغطي الالسر اثناء اكتر وقت في تروما، اللي هو اثناء ايه؟ الاكل، حاجه ناشفه، الكلام ده.
اللي بيحصل ان كتير منكم بيكتبوا حاجه مثلا زي الابابرودنت، حاجه زي الاوركس، حاجه زي الاورابيز، يكتبها للعين ويقول له ايه بص ما تاكلش بعدها بنص ساعه او ساعه. لا لا، ده انا عايزه الحاجات دي اللي هي مجرد كفرنج ايجنت بتغطي الالسر عشان لما يجي ياكل ما تتعورش، فما يطولش في عمرها وما يزودش الالم. اوكي، فالمفروض ان انا اصلا استخدمها قبل الاكل 15 دقايق عشان تحميني اثناء الاكل. دي كلها عباره عن كفرنج ايجنت، ما فيهاش ماده فعاله زي ما انت فاكر للبين او للحاجات بسيطه خالص. اوكي، فالانفكشن تتروسايكلين او سوبرمزيشن، انا بحب تتروسايكلين، وممكن نكتب اي حاجه ثانيه انتيسيبتيك. للبين نفسه ممكن نكتب التانتنفيرد او الدفلام، ما بقاش بينزل صراحه كتير بس التانتنفيرد از اوكي، او ممكن اكتب البي بي سي سبراي، وممكن اكتب الليدوكين سبراي في بعض الاوقات. اوكي، عندي حاجات بقى بتساعد على الريبير والريجينريشن، وطبعا دول برضو كوادرو، اي حاجه من الحاجات دي كوادرو 4 مرات في اليوم زي الاف مات وزي الجينجر جل، من الحاجات الهائله جدا. اتفقنا ان قبليها لازم احميها من التروما باستخدام الابابرودنت والاوركس، الحاجات دي او كفرنج ايجنت زي الاورابيز، الحاجات دي كفرنج ايجنت. انا كده هبقى غطيت الجوانب الرئيسيه، وهبص الاقي البيشنت من تاني يوم تالت يوم بالكتير يعني ابتدى ما ينسى وجودها، لو التزم بالتعليمات دي، لو عرف ان المضمضه وقتها لا يقلش عن 30 ثانيه عشان نتكلم صح، لو عرفنا ان الحاجات لازم قبل الاكل، لو فهم اهميه كل واحده فيهم وترتيبها والسيكونس بتاعها، وفهم طبيعه المشكله اللي عنده انها ريكيرنت، الدنيا تحسن جدا. وزي ما بقول لكم ستيل عندي ليفل، ممكن نكتب حاجات زي توبيكال ستيرويدز، واي دونت ريكومند ان انت تكتبها لو انت ما عندكش الاكسبيرينس وما عندكش التعامل معاها. وفي حاجات تانية ميونو سبريسيف بيكتبها للسبيشالست، فمش معنى انك مش عارف تحلله مشكلته ومش عارف الريكيرنس انك تسيبه وتقول له خلاص خليك على الحاجات دي. لا، في مرحله اوقات احول الناس دي لما تبقى الازمه كبيره. طيب تعالوا نشوف اكزامبل تاني لكيس تانية برضو. اوكي، بس المره دي سنجل ألسر. اوكي، سنجل ألسر بالمنظر ده، وانا اعتقد قريتكم الكيس دي قبل كده في البيزك دياجنوستيك سكيلز. شكل الألسر ممكن يبقى ألسر صريحه وواضحه، وهنشوف بقى امثله للسنجل ألسرز بتاعتنا، وممكن يبقى عليها ممبرين، وممكن تبقى تروماتايزد، ومع انها مش في الاساس تروما، فليها اشكال كتير شكل السنجل ألسر. طب تعالوا نبص على الهيستوري بتاع حاجه زي كده. patient بتشتكي من الألسر ده very painful، السيتويشن ده مضايقها جدا، واستخدمت over the counter medication لكن للأسف الألسر لسه موجودة. البيشنت دي كانت teacher أو lecturer، محاضرة زي حالتي كده بتتكلم 24 ساعة، ودي نقطة to be considered. من الحاجات اللي دايما بننساها ان احنا نسأل المريض انت بتشتغل ايه. انا واحده بقى ليكتشرر، واحب اقول لكم بتكلم 24 ساعه فعلا في 24 ساعه، واحب اقول لكم ان دايما بعد الليكتشر طويله لازم يبقى عندي سورت اوف ألسريشن في بقي، يعني الاقي ألسرز في لساني من هنا لساني من هنا. فمش لازم تبقى التروما بتاعت الألسر مثلا زي ما انت متخيل، او الألسريشن مرتبطه بان مثلا حد دخل شوكه في بقه ولازم يكون عنده شارب توث. فكره المانيبيوليشن، فكره الحركات اللي بنعملها، فكره الهابتس دي واسعه جدا. ففكره ان انا اسال البيشنت بيشتغل ايه واربط ما بين شغله وبين حاجه موجوده مش كلام كتب، ده كلام كل يوم هتشوفوه ان شاء الله. يعني البيشنت عندها فقط هيستوري اوف هارت بيرن، ده عندها شويه حرقان كده برضو في المعده، ما فيش اي مشاكل دنتال، وهافي سموكر. طبعا السموكينج زي ما احنا عارفين ملوش دعوه بالافزارسر، حلو كده، السموكر ملوش دعوه بالبلاكس، ده سيسيشن اوف سموكينج هو اللي ليه لينك. الناس اللي هي بطلت تدخين فعندها ستريس شويه، فنبص نلاقي الالسريشن زادت كتير شويه. منظر زي ده مع بيشنت واضح انها بتشتكيش من حاجه تخليني مقلقه ان الالسر دي تكون حاجه تانية. الالسر بينفول، فده بيوجهني دايما طالما هي بينفول نوعا ما وبتروح وتيجي يبقى انا بفكر في ريكيرنت افتس ألسر، ورغم ان شكلها شرس جدا الا انها ريكيرنت ميجر افتس ألسر. طب ايه اشكال السنجل ألسرز اللي ممكن اشوفها؟ نفس الكلام، الألسرز عندي حاجه والافثس ألسر حاجه تانية. ايه يعمل في البق ألسرز؟ من اول الماينر والميجر افثس ألسر اللي هي الافثس ألسر والتروماتيك ألسر، لان دي حاجه ودي حاجه، اوكي، لحد المالجنسي ألسرز. يعني كل الحاجات دي بتعمل في بقك ألسريشن، ما
من اول التروما، من اول الماينر الافثس ألسر، الفيزيكولو بولس، الميكوكوتينيوس، الدراج انديوست، سيستماتيك ديزيز سيندرومز، لحد ما اوصل للبري مالينجنسي والمالينجنسي. كل دول يعملوا ألسريشن، ولكن هناك فرق ما بين الألسريشن وما بين حاجه زي الافثس ألسر مثلا او التروماتيك ألسر. ألسريشن هو المصطلح العام اللي يشمل كل دول. طب انا يهمني ايه في المصطلح؟ يهمني ان كل ده يبقى في دماغك، يبقى في المايند عندك. بصوا منظر زي ده، شوفوا الفرق ما بينها وما بين الألسر اللي فاتت بشكلها بالبوردرز بتاعتها. دي تيبيكال تروماتيك ألسر بالبوردرز بتاعتها، وممكن الاقي كمان على حواليها كيراتينايزيشن بسبب ريبيتد تروما والكرونيك تروما. طب ودي الهيستوري بتاعها يختلف ايه عن الماينر افثس ألسر؟ دي هيختلف في البريزيستنس. يعني دي ابص الاقي العيان يقول لي يا دكتوره دي مثلا ممكن قاعده معايا بقى لها اسبوعين ثلاثه شهر شهر ونص، لان المكان فيه ريبيتد تروما، وممكن تروح وتيجي زي ريكارنت افثس ألسر، لكن شكلها بشكل رئيسي هو بيبقى شكل قاطع، يبان عندي اثار التروما، بيبان عندي الريسك فاكتور، وعاده ما بميزش. ممكن ما بميزش والله هي افثس ألسر ولا، وانا ما عنديش الاكسبيرينس الكافيه ان انا اقدر اميز ما بين البوردرز والمارجن والفلور والكلام الكتير ده، مش قادر افرق قوي، بس بحطه من ضمن الريسك فاكتورز، عامله حسابي عليه. ده منظر شهير جدا طبعا، اول سنجل، اول ما جيلي سنجل ألسر في العياده لازم افكر فيه افثس ألسر، لازم افكر فيه تروماتيك ألسريشن. وبصوا الفرق ما بين حاجه زي كده وحاجه زي كده. ليه بجيب لكم الكلام ده؟ عشان انت تشوف اذا كان، بصوا الفرق ما بين المارجنز عندي، وبصوا الفرق عندي هنا ما بين الألسر دي وما بين الألسر دي. اوكي، هنا ان انا وانتوا شايفين الاثار بتاعه التروما، لكن هنا انا مش شايف تروما. فلما حد يشوف ألسر بالمنظر ده ويقول لي انها تروما ازعل. ليه؟ عشان زي ما قلت لكم، انا مش بقول لك، انا مش جايك النهارده تشخص كل السندروم اللي في الدنيا. يعني دي مثلا سيفاليتيك ألسر، رغم انها نوت كومن ناو دايز يعني، بس سيفاليتيك ألسر. بس انا كل هدفي في الحياه انك تعرف ان مش كل ما اشوف ألسر اقول ما يمكن تروما. ازاي؟ مش في شكل كده يقول لك ان في تروما، مش في شكل يقول لك ان في اريتيشن وان دي حاجه اريتيشنال او رياكتيف. مش لازم يكون عندي التمييز للكلام ده. طب انا دكتوره لسه ما عنديش التمييز للكلام ده، ما احنا بنقوله، واحنا هنقول في الاخر ابص ايه، ولازم اشوف صور كتير عشان اقل اعرف الحاجات الكومن اللي هتجيلي في العياده كل يوم. ما ينفعش اشوف ألسر زي دي واقول له اصل احتمال تبقى تروما، وابص جنبه الاقي شرب توت اروح مسوياها. لا، ده لازم اكون قادره اميز ازاي تروما وتعمل كده، ازاي تروما تعمل منظر زي ده. مش لازم التروما دي ليها شكل وليها باترن. فمن ضمن الحاجات اني مش كل ألسر اشوفها اتخيل انها تروما واقول للبيشنت اشيل لك شارب مارج. انا لسه قايله لكم ان في عندي حاجات بتبتدي في الاول فيسيكلز، وممكن تعمل لي شكل شبه الالسريشن او الايروجن. اوكي، زي ما جات لي مالتيبل بتجي لي سنجل برضو. شوفوا معايا منظر زي ده، ممكن يبتدي الموضوع عندي سنجل حاجه زي كده. ده طبعا تيبيكال بليستر موجوده حصل لها رابشر، وقلنا قبل كده ان اي حاجه من الحاجات دي في الاورال كافيتي مصيرها الى الزوال. انتهى الوضع لكده، وجالي العيان في المنظر ده ما شفتوش قبل القصص دي. لو انا مش في بالي ان الشكل ده مش شكله تروماتيك، وان الشكل ده مش مكانه تروماتيك، وان الشكل ده مش شبه الماينر افثس، لو انا مش في بالي جنرالي ان انا اساله هل كان عندك حاجه قبلها، لو انا مش في بالي ابص على السكن عشان احول الراجل ده، والراجل ده ممكن يكون عنده مصيبه كبيره، يبقى انا عندي مصيبه كبيره. اتليست خلي الحاجات دي ان مايند، ان سنجل ألسر ممكن تكون ايه، سنجل ألسر ممكن تكون حاجه عاديه وبنشوفها كل يوم زي الافثس ألسر، ممكن تكون تروماتيك، ممكن تكون حاجه انت مش عارفها، بس اتليست عارف انها مش الحاجات الكومن. هذا ما يعنيني ان اتليست عارف انها مش الحاجات الكامل. اجي اشوف منظر زي ده اقول لا، الراجل ده محتاج ان حد تاني يشوفه، الراجل ده محتاج دكتور جلديه، محتاج دكتور اورال ميديسن عشان يشوف ان الألسر دي شكلها مش طبيعي. واتليست لو سالت البيشنت طب انت كنت حاسس بحاجه، كوره، كنت شايف حاجه زي كده، وانتهى بيه الوضع لكده او اللي انت شفته، ده يبقى كويس جدا. كمان ممكن يبقى عندي سنجل ألسريشن لحاجات تانيه، هي نعم ليست كومن، بس اتليست لما اشوف حاجه زي كده اعرف ان هي مش الماينر ومش التروماتيك اللي بشوفه. ان للاسف بيتحول لي حالات متاخره زي كده كتير. مرض زي ده شهير اسمه كرونز ديزيز، وان اوف ذا انفلاماتوري باول ديزيز، مجموعه كبيره جدا من الامراض الاوتو اميون او الامراض المناعيه، بيضرب الجي اي تي. نبص نلاقي الالسرز بتاعته شنيعه بالمنظر ده. ما جيش انا بقى اشوف منظر زي ده واقول يا جماعه هي ممكن تكون ايه، شارب توث دي ولا ايه، ولا دراج انديوست، يعني نهار ابيض. اتليست اعرف ان دي مش حاجه من الحاجات الكومن. اتليست احط في بالي ان انا اسال المريض لو كان عنده مشاكل في الجي اي تي، او عنده مشاكل في فقدان الوزن، او عنده حساسيه من بعض انواع الجلوتين، او عنده حساسيه من، يعني يكون عندي السكيلز الاساسيه في الهيستوري عشان اعرف ان الحاله دي محتاجه ريفير.
طب نشوف تاني منظر شهير للسينجل ألسريشن، وبرضو ممكن يجي مالتيبل الدراج انديوست. الدراج انديوست شوف المنظر اللي قدامكم دي كلها دراج انديوست ألسريشن. والدراج انديوست ألسريشن زي ما قلت لكم في دراجز تعمل افس ألسر، وفي دراجز تعمل لك ألسريشن مجرمه كده زي ما انت شايف. الالسريشن دي شهيره قوي، والشكل الريجولر بتاعها المميز ده شهيره قوي. ابص الاقي خلصنا عمليه امباكشن وخلصنا بروسيجر طويله، عملنا له بقى في المنث ريهاب وما اعرفش ايه وشغل وبين، والراجل رايح وجاي عليك وعمال يدفع فلوس، فتبص تلاقي طالع له وانت بقى مديله كميه مسكنات عظيمه جدا. ابص الاقي طالع له الالسريشن دي، وشهيره جدا بعد عمليات الجي اي امباكشن. انا مش ممكن يعني تقريبا بشوف الحالات دي كتير جدا، واول ما يطلعوا الحاجات دي الدكتور يقول له عادي من الالم من كذا، وننسى ان في مجرم عندنا سفاح اللي هو النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري البروفين والكاتافلام والديكلاك والسيليكوكسيب وكل المسكنات بتاعت النسايدز دي بتنديوس اورال الالسريشن رهيبه، ويبقى العيان موجوع وطبعا هو عنده سيرجري او عنده حاجه، فالدكتور يفضل مكمل له على المسكنات ويقول له طب بس ايه كمل على المسكنات والالسر هتروح، وهي اللي عماله تزود المشكله عنده ويطلع له بدل واحده اثنين وثلاثه. فلازم اراجع اي ادويه العيان بياخدها، ومن اشهر الحاجات بصراحه الواحد بيشوفها كل يوم النازايتس. يجي لي بيشنت مثلا عامل جراحه في رجله وبياخد كل انواع المسكنات اللي في الدنيا وبقه متبهدل، فانا لازم اقول له ان خلي بالك كذا، فلو نقدر نستبدل في حاجات بتبقى مجرمه على حاجات فنقدر نستبدل ده نغير ده ودي بتبقى حاجات سهل ان احنا نغيرها، يعني نغير الانواع بتاعتها في بعض الاوقات، فلازم ارجع الدراج انديوس تاني. يبقى to be honest او لو عايزين نتكلم بصراحه في حاجات كومن هشوفها كل يوم زي مين، زي الافثس ألسر، زي التروماتيك ألسريشن خلاص، وفي حاجات زي الدراج انديوست انتيبيوتكس انالجيسكس من الحاجات الشهيره جدا اللي بتعمل عمليات دي واشياء اخرى. عشان كده لازم اراجع اي ميديكيشن العيان بياخدها وراجعها ويبقى عندي دراج ريفرنس. احنا مش حافظين كل الادويه اللي في الدنيا، بس اتليست ابقى حاطط في دماغي ان في دراج انديوست ألسريشن. اوكي ادويه الروماتويد الحاجات دي كلها ابص الاقي عامله دراج انديوست ألسريشن للعيانين، ولازم اقول له حاجه زي كده. ادويه الضغط عندي الاي سي انهابيتورز الكابتوبرال ده نص مصر بتاخده، كابتوبرال ده من الادويه يعني اللي عامله ريكورد، اوكي عامله ريكورد في الاورال ألسريشن. ولازم اعرف ان في مرحله معينه انا ماليش دخل فيها، لكن لازم دوري ان اعرف ان ماليش دخل. يعني هاكد تاني والله المره المليون يعني الحاجه العظيمه اللي هتقدمها العيان دي، يعني انه لامر جلل زي ما بيقولوا كده، ان حضرتك تيجي تقول اه دي مش تبعي او اه دي مش حاجه من الحاجات اللي انا المفروض اتعامل معاها. صدقني دي اكس ار خدمه ممكن تقدمها للمريض. او لا قدر الله بقى ان في حاجه اسوأ واسوأ هنتكلم عليها كمان شويه، احنا بنتكلم في بري مالجننت او مالجننت كونديشن. في بعض الوقت يبقى عندي ليتل سربرايزز كده، انا هي مش حاجات كومن لكن انا حبيت اوريكم شكلها ازاي مختلف عن السنجل ألسريشن اللي انت عارفها. يمكن لو بصيتوا على منظر زي ده بصوا شكل الألسرز عامله ازاي، اليلوش لاير اللي موجوده الفايبرين بتاعتها دي منظر ألسر اهي بس شكلها غريب شويه. اوكي فالحقيقه ان هي تديك احاء ان في حاجه غلط. دي منظر للبيج ديزيز او البيج ديزيز الشهيره الالتريشن بتاعته ممكن تكون عامله منظر زي ده. ف طبعا في بعض الاوقات اسال بيشنت اذا كان عنده، خاصه لو كان يانج ميل، وللاسف انا كنت لسه شايفه كيس قريب وكانت برضو متبهدله شويه مس دايجنوست بيج ديزيز من الحاجات اللي بيبقى فيها اوكولار انفولفمنت وجينيتال ليجن وسكين ليجن و oral lesion وفي بعض الأوقات connective tissue disease كمان. فلما أجي أبص على single ulcer عشان نبقى جمعنا الكلام اللي احنا بنقول عليه single ulcer يعني aphthous ulcer يعني traumatic ulcer يعني ممكن تكون سابقة حاجة زي الفيسيكلز وطلع لي دلوقتي في شكل الإروجن أو الألسر وأنا متلخبط زي الفيسيكلوبولس والميكوكيتينس ديزيز والأمراض الجلدية. ممكن تكون drug induced ودي حاجة من الحاجات الكومن عشان كده لازم أراجع الميديكيشنز. ممكن تكون بعض المانيفستيشن للسيستميك ديزيز زي الكرونز one of the inflammatory bowel diseases. ممكن تكون بعض الأمراض النادرة عشان كده لازم أراجع وجود الجينيتال والسكيل ليجنز تاني. finally ممكن تكون حاجة مش كل دول، وطالما هي مش كل دول هنوصل لبري مالجنت ومالجنت وهديكوا أمثلة على الحاجات دي. فبعض الوقت يبقى عندي ألسريشن وأنا اتكلمت عن الكيس دي وديتها لكم عشان الناس تشوفها وتحلها وتكتب لي الكلام ده في الإجابات، بس يبدو إن الناس ما سمعتش المحاضرة الكويس أو سمعتهاش للآخر. المنظر ده ممكن يبقى عندي ليتل سربرايزز يعني patient smoker
ودايابيتك وفجأة جاله حاجة زي كده with a severe pain. الكونديشن دي رغم ان هي كنا زمان نقول يعني الواحد ما كانش يشوفها غير في التكست بوك، ابتدى يشوفها كتير جدا دلوقتي مش عارفة ليه، او يمكن عشان ابتدت الناس تحوله الحياة يعني بالشكل ده. دي necrotizing سالوميتابليجيا، انفاركشن حصل في الماينر سليفري جلاند في البلد ادى المنظر المرعب اللي انتوا شايفينه ده. جس وات كونديشن دي رغم انها شبه المالجنسي لكنها مش مالجنت خالص. الكونديشن دي بيحصل لها هيلينج within 10 to 16 days مثلا، بنتكلم فيها الوضع بيتحسن جدا، كل حكاية البين بيبقى سيفير وبيبقى حصل انفاركشن او نيكروزس بسبب الحرارة بسبب التدخين. ولما يكون كمان عنده نقص في البلاد سبلاي او مشاكل في البلاد سبلاي زي الناس ما تكون دايابيتك او عندها اي مشاكل في جنرالي يعني امراض عامة، تبص لأي حصل الانفاركشن ده او الشكل ده نيكروتايزنج سالوميتابليجيا، رغم انها مش حاجة اللي ممكن تشوفها كل يوم بس الحاجات اللي حطتها لكم المره اللي فاتت از كيس واضح ان الناس ما شافتش المحاضره للاخر. اوعى تفتكروا ان انا هسيبكم يعني. طيب ايه تاني كومن ريد اند وايت باتشز ممكن اشوفها؟ منظر زي ده. اوكي بصوا معايا، البيشنت ما بيشتكيش من بين ولكن بيشتكي ديفرنت سنسيشن، حاسس ان في ديفرنت سنسيشن، ودي من ضمن الكومبلينز اللي احنا بنشوفها كتير بتوع ميديسن، وانت بتشوفها اوقات وتبقاش قادر تميز ايه يعني. بيجي يقول لك انا حاسس بحاجه غريبه، فانت تيجي تقول له انت بقى اللي المفروض تقول له يعني حاسس بخشونه، شكل اتغير، تبتدي انت تبص وتشوف، وممكن هو ما يكونش شايف وممكن عاده تكتشف المنظر ده بالصدفه. فطبعا من الحاجات الكامن منظر زي ده، بص نلاقي البيشنت، لما نيجي ناخد ميديكال هيستوري هنلاقي ان البيشنت بيشتكي من هايبرتنشن، بياخد كابتوبريل دواء للضغط وماريفان وادويه سيوله. هبص تلاقي البيشنت عنده جود اورال هايجين والجنجبه بتاعته بالمنظر الجميل اللي انت شايفه ده، وعنده الرجي كمان لايه؟ للسينمون، عنده شويه حساسيه من حاجات معينه كده، واكسسيف انتيك لانه بيبطل التدخين وعمال يبلبع في ايه؟ عمال يبلبع في نعناع. كل الكلام ده انا بقوله ليه؟ عشان كل الكلام ده انا بساله، وكل الكلام ده احنا بناخده من البيشنت، وكل الكلام ده عايزك تاخده من البيشنت، تاخده من البيشنت عشان كل كلمه هتفرق، عشان الدواء اللي بياخده ده ممكن يعمل لي حاجه زي كده، عشان الاكل اللي بياكله ده ممكن يعمل لي حاجه زي كده. اوكي طبعا الشكل ده او المنظر ده رغم ان البيشنت حاجه زي كده ممكن ما يكونش عنده منها الم، وشكل الجنجفا بتاعه البيشنت ممكن تكون بس هي اللي مضايقاه، المنظر زي ده ممكن نشوفه كتير جدا لان هو الموست كومن ميكوكوتينس ديزيز، بنشوف حالات كتيره جدا منه طول الوقت، انتوا بتنزلوا حالات كتيره، بتبعتوا لي حالات كتيره جدا منه على الفيسبوك وعلى العياده وعلى الجامعه وعلى كل حته. لايكن بلانس، لايكن بلانس او لايكنويد الحكايه مش فارقه كتير بالنسبه لك. فكره ان البيشنت يبقى عنده سواء وايت او ريد باتشز مرتبطه عندي بهايبرتنشن، مرتبطه بدايابيتس، ممكن يبقى عنده سكين ليجن وممكن ما يبقاش عنده، ده شكل السكين ليجنز اللي بيجي مع اللايكن بلانس. ممكن يبقى زي ما قلت لك دراج انديوسد، ممكن يبقى مرتبط ببعض الامراض، ممكن يبقى جاي من غير سبب جاي لوحده. واحنا كمان عندنا ليه؟ لانه مرتبط في اسوشيشن بينه وبين الهيباتايتس بي، كتير جدا مع هيباتايتس سي، فبنلاقي الناس اللي عندها ليفر ديزيز او عندها هيباتايتس سي مع لايكن بلانس بيجي كتير جدا مع الدايابيتس طبعا والهايبرتنشن، متلازمه شهيره بيجروا ورا بعض، فبيجي باشكال كتيره جدا يعني، لدرجه ان انا وصلت القناعه كده ان اي حاجه في الاورال كافيتي اذا لايكن الى ان يثبت العكس، كتر ما الواحد بيشوف حالات باشكال مختلفه جدا. ممكن يجي بالمنظر ده شكل البلاك على التانج، البلاك الابيض ده، ممكن يجي شكل الديسكوماتيف جنجيفايتس، تلاقي البيشنت عنده جنجيفايتس وفايري ريد جنجيفا مع ان هي از هافينج ا فيري جود اورال هايجين. ممكن يجي بشكل تشينجز في التكستشر بتاعه التشيك عندي والميكوزا، وابص الاقي عنده زي بابيولز، ممكن ابص الاقي عنده الشكل الشهير اللي هو الويكمستري يعني اي حاجه. بصوا منظر زي ده انا ممكن افكر انها مثلا حاجه رياكتيف ليجن، ممكن افكر انها حاجه زي الفراكشنال كيراتوزيس. اوكي فهو طبعا من ضمن الحاجات اللي شبهها جدا، فتو بي كونسيدرد بصراحه. امتى لما اعمل اكسكلوجن برضو الحاجات الكامل، يعني لما الاقي مثلا ألسريشن موجوده في بق العيان، لما الاقي مثلا جنجايتس في بق العيان، اول حاجه هفكر فيها الاورال هايجين. طب انا لقيت البيشنت لا ده زي الفل وما عندوش حاجه، ممكن ابتدي افكر في ليجنز اخرى، ممكن ابتدي افكر في حاجه زي اللايكن بلانس. لما الاقي البيشنت عنده حاجه زي كده وبياخد ادويه، ممكن افكر انها لايكنويد. لما الاقي البيشنت عنده ضغط وسكر، لازم افكر انها قد تكون لايكن او لايكنويد، يعني الموضوع ما ينفعش.
ما ينفعش ما اجيبش سيرته، يعني ما ينفعش ما اجيش في بالي، لان كومن بنشوفه كتير بصراحه، بيتحول لنا كتير. انتوا بتنزلوا حالات كتيره جدا زي ما بقول لكم، ليه اشكال كتيره جدا، يعني اللايكن مش ممكن. بصوا المنظر، بصوا حاجه زي كده على التانج، بصوا المنظر ده شكل مثلا للاورال لايكن بلانس، ممكن يجي في شكل الاروسيف، او نبص تلاقي فيه احمرار شكل الارسريشن شويه. وعاده البيشنت ده ممكن تلاقيه ما بيشتكيش من حاجه الا في بعض الاوقات طبعا لما يوصل للوضع بتاع الاروسيف، او حتى لو البلاك لايك او الويكم مستريه او الريتيكولر او الشكل المعتاد مننا. العين عاده بيبقى سيمتوماتيك، بس في بعض الاوقات طبعا يبقى فيه ديسكمفورت ويبقى فيه بيرنينج. فا اونستلي انا بوصل للدايجنوزس ده ازاي، او انت دورك فيه ايه؟ دورك على الاقل ان هو تعرف ان شكل الالسريشن، شكل الوايت باتشز اللي ما بتتشالش من مكانها دي، شكل الوايت باتشز اللي البيشن ما بيشتكيش منها بالم، اللي مش مرتبطه باي ظاهره اخرى غير ان البيشن مثلا عنده هايبرتنشن، دايابيتس، هيباتيتس سي، بياخد ادويه للضغط، ادويه للسكر ممكن تكون هي اللي عامله له مشكله، مرتبطه بامراض تانية. ففكره ان انا احط في دماغي ان هو بيجي باشكال مختلفه، وايت اور ريد، اسيمتوماتيك ومرتبط بالامراض دي، لازم تو بي كونسيدرد. مش ممكن يعني 3/4 الحالات اللي طول الوقت بتبقى ريفيرد من الجي بي بالنسبه لنا بتبقى بالنسبه للميكوكوتينيوس ديزيز لايكن بلانس. طبعا في عندنا حاجات تانية كتير ممكن تشوفوها، بس رير انك تشوفها ورير ان احنا نتكلم عليها، زي مثلا البنفيجس او البنفيجويد. لكن الحاجات اللي هتشوفوها الصراحة كتير جدا وبتشوفوها كتير بتدروش قادرين تميزوها وتعودوا تعالجوا انها ألسر، سواء سينجل او مالتيبل، او تتعاملوا معاها ان البيشة مثلا عنده جينجيفايتس، هي اللايكن بلانتس. فبصراحة شو بي كونسيدرد عشان تعملوا رفير. يبقى لو احنا عايزين نجمع اللي احنا قلناه كده مع بعض بالنسبه للالسرز، لانها من الحاجات الكومن جدا، نتكلم في سنجل. سنجل يبقى راجع الله يكرمك فكره الريكرنس بتاعتها عشان تشوف اذا كانت هي نتيجه تروما او نتيجه الافثس ألسر، لان دايما الافثس ألسر تتميز بالريكرنس وبتغيير مكانها، لكن التروما تتميز ان هي ممكن فيها شويه بيرسيستنس وما بتغيرش مكانها لانها مرتبطه بتروما معينه. الدراج انديوست الحاجات اللي لازم تتراجع جدا. اراجع الاذرز زي السكن، زي السكن ليجن، زي سيستميك مانيفيستيشنز، زي الحاجات النوادر زي السالوميتابليجيا اللي كنا شايفينها. المالتيبل نفس الكلام، هراجع ايه؟ هراجع اذا كانت نتيجه افثس ألسر عاديه، هراجع اذا كان يسبقها فيسيكلز عشان اتاكد انها فايرال انفكشن او ليها ساينز او سيمتومز، هراجع لو كان البيشنت عنده بياخد اي دراجز برضو عامله له مالتيبل ألسريشن، هراجع لو كان البيشنت عنده سكين ليجنز او جيتال ليجن او الكلام ده، لان كل الحاجات دي ممكن تكون مرتبطه بالمالتيبل ألسريشن. اوقات عالج زي ما اتفقنا، واوقات ريفير. طب تيجي نشوف منظر تاني لكومن ريد اند وايت ليجن. بصوا بقى على المنظر ده، شايفين الباتش اللي موجوده، الباتش اللي موجوده على التانج وعلى البلت. تعالوا نشوف كده الهيستوري بتاع البيشنت ده. البيشنت عندها pain but she cannot describe the nature of the pain. وده برضو بيحصل معايا، عشان كده انا جايبه لكم real scenarios بيحصل معانا كلنا. مش هتقول لك في حاجه مضايقاني، عارفين الالم، البيشنت هيقول لك انا موجوع، لكن الحاجه اللي هي بنسميها عندنا بالانجليزي discomfort، تلاقي البيشنت مش مرتاح، انا مش مرتاح، اوكي، يعني في حاجه مضايقاه بس مش قادر يقول لك كلمه pain. البيشنت asthmatic وبتستخدم البخاخه وبوزيتيف انتيجين اس فور هيباتيتس و مالتيبل كيريس ليجن موجودة عندها، ومضافة فلايت اتندنت سوري اللي هي مضيفة طيران. طيب الكلام ده كله يهمني في ايه؟ يهمني دايما انا اقول لكم ان اتس اباوت ا ستوري، زي ما انا قلت لكم في محاضرة البيزك دياجنوستيك سكيلز، اعمل السيناريو بتاعك عشان في الاخر انت الوحيد اللي هتعرف تركب البازل دي مع بعض عشان تعرف ان كل حاجة فرقة. اوكي، منظر زي ده كتير مننا للاسف ممكن يفكر مثلا البيشنت عنده اريثيما، عنده ارسريشن، وينسى حاجه مهمه جدا. وليه انا جبتها بالشكل ده؟ عشان هي كومن بالشكل ده جدا، انتوا متعودين عليها بالشكل الوايت. مين دي بقى؟ الكانديدا انفكشن. كانديدا انفكشن والله العظيم بتيجي ريد وبتيجي وايت وليها اشكال كتيره. بالعكس ده هي يمكن ليها 5 أو 6 فورمز in a red زي medium board glossitis, angular colitis, erythematous candidiasis, denture stomatitis. كل الفورمز دي red candidal infection. فلما الاقي في الهيستوري بتاعي ان البيشنت ازماتيك، لما الاقي في الهيستوري بتاعي ان البيشنت بتستخدم بخاخه، دي من الحاجات السبيسيفيك جدا. طب ايه يا دكتور حكايه الانتيجين اس فور هيباتيتس؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. اوكي، البيشنت فاكسينيتد قريب ولا اي حاجه؟ ليه انا حاطه لكم الكلام ده؟ لان في بعض العين تلاقي العين داخل عليك كده بورق التحليل يقول لك ايه، بص الكلام ده كله ويراجع معاك ومش عارفه ايه، وانت ما تبقاش عارف الفكره هو الراجل بيقدم لي الكلام ده ليه، فتبتدي تبتدي تو في المعلومات وتبتدي تخش تسال على الجروبس، ايه يا جماعه الحكايه دي، انا لقيت العين بيقول ان هو عنده الاي اس ار عالي.
انا لقيت العيان بيقول لي ان عنده سرعه ترسيب. لا ما هو انا لازم اعرف ايه السيجنيفيكانت بتاعه الكلام ده، عشان في حاجات العيان يقول لي هتضيع وقتي وانسى الكلام المهم، انسى انه ازماتك، انسى ان البيشنت ممكن يكون مثلا بيستخدم انتيبايوتكس وهي اللي عامله له المشكله دي. طب اعرف منين انا بتكلم في كندا الانفكشن وانها ريدي دكتوره واحنا متعودين عليها وايت، احنا متعودين على المنظر الشهير، البيشنت عنده حاجه بيضة وبيحصل لها ستريبت ايزلي، بنشيلها ايزلي وبيحصل لها ستريبت ايزلي. اوكي فانتم متعودين على المنظر ده انها وايت ليجن، هنشيلها وهيبقى البيشنت زي الفل ما عندوش اي مشاكل. ثانيه واحده، الحقيقه ان الشكل ده اوكي موجود طبعا، احنا نلاقي عندي الوايت ليجن يحصل لها ستريبت تسيب وراها بليدنج، بس برضو الاشكال الاخرى موجوده زي الميديان لومبوجلوسايتس اوكي، زي الاريثيماتس كانديديزز المرتبطه باستخدام البرود سبيكترا انتيبايوتيك، المرتبطه باستخدام الاستيرويدز، المرتبطه باستخدام الانهيلر والحاجات دي كلها. طيب انا اعرف منين؟ زي ما قلت لكم انا عندي ريد وايت باتشز ومحتاجه مني ان انا افكر فيها اذا كانت الانفكشن. اعرف الاول الفورمز، لو انت بالاول عارف انها بتيجي ريد وبتيجي وايت باتشز اوكي. طب ايه ريسك فاكتورز؟ ريسك فاكتورز عندي من اول البروت سبيكترم انتيبايوتيك، اليوز اوف الاستيرويدز سواء الاستيرويدز عندي سيستميك او توبيكال زي البخاخه اوكي. الديزيزز زي مين؟ البوب عندي دايابيتس، كلكم بتبقوا عايزين تقولوا اتش اي في، انت بتشوف كم حاله اتش اي في لكن هتشوف دايابيتس كتيره جدا اوكي. ف البيشنت اللي عنده رينال ديزيز ده برضو من الناس الاميون كومبرومايزد ممكن يلاقي عندهم كانيدا ريفلكشن. اي بيشنت بياخد ادويه عامله له دراي ماوث، ما هي دي سايد افكتس للدراي ماوث. فانا براجع الريسك فاكتورز عشان اعرف اللي قدامي، مش شرط بس ان انا اعرف اللي قدامي من الوهله الاولى يعني، لكن على الاقل راجع الريسك فاكتورز. ايه اشكال كتير للكانديدا؟ الكانديدا طبعا ممكن تيجي لي بشكل السودو ميمبرينز او الترش الشهيره، واللي بيحصل دايما ان احنا لما نشوف وايت باتش بنفكر هي ستريبت ولا لا زي ما اتعلمنا في الجامعه which is good. بس عايز اقول لكم على حاجه، الوايت باتش اللي بتبقى ستريبت بسهوله حاجه زي مثلا البيرن لكن بيبقى ميمبرين وشاذ العيان يشيله، العيان نفسه يقول لك يا دكتور ايه ده انا شلته. الكانديدا مش سهل قوي كده انها تتشال اوكي، بالعكس ده كتير منكم يجي يحاول يشيلها بالشاشه مثلا او كده ما تتشالش معاه، فلاقي ناس وهي بتحولي الحاله تقول يا دكتوره ما تشدتش. لا ما هو الممبرين ريزيليانت مش زي ما انت فاكر، بالاخر عايز سكيلز برضو عشان تشده وهو بين في الاصل يعني، بس لما تيجي تشده بيبقى في شويه الم لكن قبلها ما فيش. فبتكرش ان الموضوع سهل ان انا هشده فهيتشد، فعشان كده دايما اقول الهيستوري وانت قاعد على المكتب ده نص الطريق، لما يكون 80% من الطريق. 80% من الطريق لقيت بيشنت عنده وايت باتش طلعاله اراجع الهيستوري، ريد باتش طلعاله اراجع الهيستوري، امشي بستبس سيستماتيك هوصل اجي ابص كلينيكال اكزامينيشن هكمل بقيه النواقص. لكن تروح تبص وبعدين ترجع بقى تحاول تقلب في ذكرياتك هتلاقي نفسك مش عارف انت بتشخص ايه، وحاجه بسيطه زي ان هي ما حصلهاش ستريبنج تخليك تلف حوالين نفسك اوكي. طبعا المنظر بتاع الانجلر كلايتس من الحاجات الكومن جدا، ودايما لما اروح اي مكان واسال الناس اقول لهم ايه اشهر ريسك فاكتور للانجلر كلايتس، الاقي الناس بتقول لي ايه لو فيرتيكال دايمنشن اوف كومبليت دنشر. مش عارفه كل يوم بيشوفوا ناس عندها مشكله في كومبليت دنشر اكيد لا. الكومن ريسك فاكتور لحاجه زي كده الانيميا، دايما العيانين اللي عندهم انيميا، وعلى فكره منتشره في الاطفال الصغيرين جدا الناس اللي عندها انيميا، ايرن ديفيشنسي وبي 12 والكلام ده كله فاكتورز الرئيسيه للانجلر كلايتس. وبعض الهابتس بص يعني عندهم بعض الهابتس زي الليب ليكينج زي مثلا ان هو على طول طلع لسانه في المكان ده، فبعض الهابتس مرتبطه بيها. بس ريسك سيستماتيك فاكتور رئيسي ليها هو الانيميا، برضو اليوز اوف الاستيرويدز، برضو اليوز اوف البروت سبيكترم انتيبايوتيك بيسوق الوضع جدا. يبقى عشان نلم الموضوع في قصه الكانديدا انفكشن از واحده من الموست كومن اللي هتشوفوها في العيادات وايت وريد ليجن بتيجي بالشكلين، ريسك فاكتورز اهم 100 مره من الشكل اللي انت شايفه اوكي. ريسك فاكتور زي ادويه بياخدها زي الاستيرويدز والانتيبايوتيك، ريسك فاكتور زي ديزيز زي الدايابيتس و رينال ديزيز،
الريسك فاكتور زي بعض الاميونو كومبرومايز كونديشن طبعا زي الاتش اي في تحط في الليسته بس في الاخر يعني. طيب اتعامل ازاي مع الحاجات دي؟ بان انا قلت لكم هكلمكم على علاج بتاع الحاجات الكومن، طبعا ما يسمحش الوقت ان انا اتكلم على علاج كل حاجه، بس اتكلم على علاج الحاجات الكومن. اول حاجه مانج الريسك فاكتور. بص اي تريتمنت في الدنيا ملخصه ايه؟ اي تريتمنت في الدنيا ريموفال كوز موديفاي ريسك فاكتور. اوكي، تريتمنت للساينز والسيمبتومز، ريموفال كوز، لو في عندي سبب واضح للمشكله شيله او تعرف تشيله. موديفاي ريسك فاكتور، لان الريسك فاكتورز ممكن تبقاش حاجات واضحه لكن اقدر اعمل فيها موديفيكيشن احسن الوضع جدا لو في بعض الريسك فاكتورز ما اقدرش اتخلص منها. وريليف الساينز والسيمبتومز اللي عنده او ريليف السيمبتومز اللي هو حاسس بيها. فاول حاجه عندي ان انا لو في كوز شيله، بمعنى لو في دنشر عندي مش مظبوط يبقى لازم الدنشر ده يتشال، والدنشر ده عشان فيه كانديدا واعالج الدنشر واعالج البيشنت. لو في عندي ريسك فاكتور زي الانيميا لازم الريسك فاكتور ده يتعالج، او الكوز زي الانيميا لازم الريسك فاكتور ده يتعالج والبيشنت ده يتحول للفيزيشن ويعالجه. طيب لو عندي حاجات مش عارف البيشنت دايابيتك ومش عارفين لسه نظبط له الدنيا، على قد ما اقدر احاول الدنيا تبقى كنترولد، نقلل الكربوهيدرات انتيك خاصه لو لابس دنشر، نقلل المشروبات والحاجات اللي ممكن تفضل فتره طويله تزود لي لان الكانديدا يعني تحب كربوهيدرات قوي، فقلل الكلام ده. اروح اخلي اكلم الدكتور يظبط له السكر. ايه تاني ممكن اموديفاي الريسك فاكتور؟ الكيس اللي كانت لسه بنتكلم فيها بيشنت بيستخدم البخاخه، البيشنت اللي بيستخدم البخاخه اللي فيها ستيرويدز ده بتعمل له دراينز وبتعمل له منظر الكانديدا الانفكشن ده. انا عندي بيشنتس تبقى 27 28 سنه صغيرين وطول النهار والليل الكانديدا راحه جايه عليهم عشان البخاخه. طب انا نعمل ايه يا دكتوره؟ نوقفه عن استخدام البخاخه اللي على طول بيستخدمها، نوقفه عن استخدام الستيرويدز. البخاخه من الحاجات اللي ممكن اقدر اعمل لها موديفيكيشن زي مين؟ زي استخدام السبيسر. السبيسر ده موجود في الصيدليات، يحط البخاخه هنا هيبعد المسافه او الكونتاكت ما بين الانهيلر والماتيريال اللي موجوده فيه ما بين الميكوزا. طب هيبعد المسافه يا دكتوره، هل هيقلل تاثير العلاج بتاعه وهعرض حياته للخطر؟ خالص بالعكس، ده بيزود الدبث بتاع البنتريشن بتاع الانهيلر. لما اقول للعيان استخدم سبيسر، لما اقول للعيان بعد كل مره يستخدم فيها السبيسر اللي موجود فيه ستيرويدز ده لو سمحت تمنط بكوبايه ميه كبيره، لما اقول للعيان عندك دراي ماوث استخدم الايس تشيبس طول ما انت قاعد، اشرب ميه كتير سيبنج للووتر يعني اشفط الميه ما تشربهاش مره واحده. الايديوكيشن والادفايسز البسيطه دي هي اللي بتفرق على الدكاتره التانيين. اللي انا بقوله لك ده هو اللي بيخلي عيان يجي لك مره واثنين وثلاثه. كل الناس هتروح تكتب له انتي فانجل من غير ما تفهم ان هي ازاي تغير له حياته، ازاي تعمل لي موديفيكيشن في التريتمنت، لكن انت اللي فاهم اللي هتقدر تميز. طيب عشان اعالج الكانديدا انفكشن زي ما قلت لكم، لو في كوز يتشال، لو في ريسك فاكتور تبقى موديفايد. وطب تعالوا بقى عشان نعالج الكونديشن اللي موجوده حاليا، ايه هي الكونديشن اللي موجوده الكانديدا انفكشن؟ الفيرست تشويس دايما بتكتب زي البونبوني دلوقتي للاسف، لحد ما بقت الناس كلها عندها ريزيستنس منه، الدكترين. الدكترين بتحط اربع مرات اوكي، ومش مشكله ان هو يتبلع والحاجات دي، الدكترين جل ما يهمنيش، اللي هو الميكونازول حط اربع مرات كوادرو، ما نكتبش العين مرتين ولا نكتب العين مره واحده اوكي. اوقات ما يجيبش نتيجه للاسف، ما يجيبش نتيجه لانه طبعا يعني بقى عندنا ريزيستنس ليه. انا ما انصحش دايما ان ايدك تجري على سيستميك في الانتي فانجل. انا لو انت شايف ان الحاله قدامك دي كانديدا وعايز تكتب لها سيستميك، انا ما انصحش ايدك تجري عليها، مش بالسهوله ان احنا نكتب سيستميك انتي فانجل في حاجات كتير. خليك دايما في التوبيكال unless محتاج سيستميك. ايه تاني عندي توبيكال؟ عندي النايستاتين او الميوكوستاتين سسبنشن اربع مرات كوادرو طبعا، بيتمضمض بيه العيان مده دقيقه، بيتمضمض بيه لمده دقيقه وبعد كده يبلع، بيتمضمض بيه لمده دقيقه وبعد كده يبلع. الميوكوستاتين ده انا رجعت استخدمه لان لقيت ناس كتير جدا دكاترين ما بيجيش معاه فشل، لان الحمد لله العين حتى لما يطلع له ألسر مش عارفه ايه وجع نكتب دكتارين، يعني ما اعرفش ليه، ايه العلاقه؟ مش فاهم بصراحه، يعني وجع قلب بصراحه. الاوقات اكتب الاثنين مع بعض، وبس عاده انا بكتفي ان انا اشتغل دايما لما رجعت استخدم الميوكوستاتين لقيت نتائج هايله. فكره ان انا استخدم حاجه سيستميك زي الفلوكانازول او اللي هو الانتي فانجل الشهير جدا اللي بنستخدمه از فيرست جينيريشن والسكند جينيريشن فلوكانازول، بنتكلم فيه بيتكتب 50 ملغ وانس ديلي لمده 7 ايام. طبعا انا مش جاي اتكلم في بريسكريبشن النهارده، لكن انا حبيت ادردش معاكم في الاساسيات لان بريسكريبشن وقتها طويل، حاجه بتتكتب كم مره يا دكتوره وكلام زي ده، بس هقول لكم في الاخر ريفرنسز تستخدموها ان شاء الله مكتوب فيها كلام كتير يفيدكم، لان دي ليكتشر لوحدها اصلا ان احنا نتكلم على البريسكريبشن. لكن بشكل رئيسي patient education remove الكوز
modify risk factors، استخدم انتي فانجل توبيكال، ده الفيرست تشويس قبل ما افكر في السيستميك. وقلت لكم قبل كده الموديفيكيشن بتاع التريتمنت اهم. منظر تاني للوايت باتشز عندي اللي ممكن تبقى شهيره جدا وشكلها برضو يبقى فيها شبه الكاندل او الكلام ده، طبعا الممبرين اللي نتيجه البيرن زي الكيميكال بيرن. طبعا لما اجي اسال حد على البيرن في الاورال كافيتي الاقي دكاتره الاسنان كلها يردوا عليا يقولوا لي ايه اسبرين بيرن يا دكتور، انا عمري ما شفت اسبرين بيرن، انا بتاعت اورال ميديسن وعمري ما شفت في حياتي اسبرين بيرن غير في التكست بوك. لكن اللي بتشوفوه كل يوم بتشوف البيرن من البوند من الاتش، بتشوف البيرن في ناس بيحصل لها من البوند، بتشوف البيرن من الفورماكريزل، بتشوف البيرن من الهيدروجين بيروكسيد في البليتشنج، ده انتوا بتشوفوه على طول، كل دي كيميكال بيرن بنشوفها على طول. اوكي ماوث ووشز، في بعض الناس بتنسى ده، انا بشوف دكاتره اسنان بتكلمني تقول يا دكتوره انا جالي عندي حرقان جامد جدا، ودي شفتها في بيشنت، البيشنت عنده وسواس قهري من النظافه، فعنده مثلا 4-5 انواع ماوث ووشز، بيستخدم 70,000 دنتال فلوس، عنده فرشتين ثلاثه كده. فبص الاقي البيشنت ده من الحاجات اللي الصراحه شفتها معاه شهيره الاسترين، بس عشان ما بقاش بضطهد الاسترين يعني، الاسترين في اشكال اخرى يعني برضو بنشوفها فيها. يا جماعه في حاجات سترونج جدا وفي ناس ما بتستحملش الحاجات دي، فتبص تلاقيها بيستخدم شكل فيجرس يوز اوف الماوث ووشز، ابص الاقي يحصل له صوره في ايه اريتيشن، بيبقى شبه الكيميكال بيرن كده، بيبقى زي ما يكون حصل حرق او زي ما يكون حصل هو حرق صراحه هو كيميكال بيرن. ف مش عارفه ليه بتمسكوا في الحاجات الرير، ما بقاش لسه حد بيمسك الاسبرين ويطحنه ويعمل له كيميكال بيرن، لكن بنشوف كل يوم والتاني انت نفسك بتعمل كيميكال بيرن للناس. اليوز اوف الماوث ووش الفيجرس ممكن يعمل اشكال من الكيميكال بيرن الشهيره. كمان يمكن اتكلمت عليها في البيزك دياجنوستيك سكيلز في اول محاضره، في بعض المفاجآت نبص نلاقي بيشنت حصل له سورت اوف كيراتينايزيشن او تشينجز في التكستشر بتاعه الميكوزا بتاعته في حاجات انت ما تتخيلهاش، زي المنظر ده مثلا انا عن نفسي ما كنتش هعرفه، اتكلمت عليه في المحاضره اللي فاتت، ده من المنتوس، عيان طول النهار والليل بياخد منتوس لحد ما عمل المنظر ده. اوكي مبطل تدخينه وطول النهار بياخد المنتوس لحد ما عمل المنظر ده. فالوايت ليجنز الشهيره اللي يا اما تبقى عندي حاجه زي عامله من برين، سواء انا عندي الكيميكال بيرن او الكانديديزس، يا اما الحاجات السيمبل الشهيره زي الكيراتوزس فريكشنال كيراتوزس او سموكر كيراتوزس، يا اما الحاجات الميكوكوتينيس او السكين ديزيز زي اللايكين بلانس او متشابهاته او الحاجات اللي شبهه. طيب تعالوا نوصل بقى لاخر الليسته، لما الاقي عندي ألسر او ايفن وايت باتش او ايفن حاجه فيريكس النيتشر بتاعتها او رئيس لامب، ايا كان الشكل اللي ايه وما لقاهوش ينطبق عليه اي حاجه من الهيستوريز اللي انا عارفها، لا منطبق عليه تروماتيك ولا منطبق عليه ماينر افتس ألسرز ولا منطبق عليه انفكشن ولا منطبق عليه ميكوكيتينيس ولا فيزيكولوبولس، لما ما لقيش اي هيستوري منطبق عليه وحاجه بريزيستنس ما بتروحش وتيجي مش ريكرنت، حاجة زي ما هي في مكانها بقالها أسبوع 2-3 شهر ما بتتحركش من مكانها من 3 أسابيع فيما فوق وما ينطبقش عليها أي حاجة من الحاجات دي، لازم to be considered mean pre-malignancy والmalignancy. والmalignancy بيجي بأشكال عدة، فعشان كده حبيت أجيب لكم الأشكال بتاعته المختلفة. This is a malignant condition. بصوا المنظر معايا، ده malignant condition، malignant squamous cell carcinoma، squamous cell carcinoma في التنج، وممكن يجي بشكل يبدو بريء جدا، ما تفرقوش عن الكونديشن اللي كنا لسه بنتكلم عليها زي الاروسيف مثلا لايك بلانس، ده squamous cell carcinoma طالعه في البلد. بصوا المنظر looks completely حاجه يعني ممكن تكون irritational، ممكن تتخيل انها كذا. فعشان كده زي ما بقول لكم من غير هيستوري احنا كلنا بنلعب، من غير هيستوري محترم وعارف الحكايه بدات ازاي ومشت ازاي، ويكون عندك سكيما في دماغك متخيله هل الوضع كونجنتال ولا اكوارد، هل هي حاجه انفكشن ولا هل هي حاجه رياكتيف ولا هل هي حاجه ميكوكوتينيس او سكين ديزيز ولا سيستميك مانيفيستاشن ولا دراج انديوسد ولا ينتهي بيا الامر لحاجه مش عارف اللي قدامي، لان الشكل يديك اي حاجه. بص المنظر حاجه زي كده انا ممكن ما افكرش فيها انها حاجه مالجنت، سكوماس الكارسينوما. ايه الساينز بقى اللي تقول لي عشان نبقى خرجنا بفايده مهمه، وان شاء الله هحاول اعمل لكم ليكتشر عن الاورال كانسر
ازاي اكتشفها وازاي اركز فيها في العيادات، كلام بعيدا عن الكلام المصمت شويه. بصوا، اي حاجه في الدنيا قاعده، اي ألسر موجوده اكتر من 2 ويكس من غير اي هيلينج، اي ريد او وايت باتشز اكتر من 2 ويكس ومش عارف لها اي كوز ومش واضح لها اي هيلينج وما بتتحسنش باي تريتمنت، الشكل كل ما كان في جروث او كان في فانجيشن او كان في شكل الارنبيط الكاليفلاور، الفيكسيشن لما تبقى فيكسد للميكوزا يمكن حاجه زي كده درجه تميزوها في الاول بس اتليست تحس انها بتحركش تحت ايدي، الحاجات الشهيره جدا اللي انا بشوفها كتير جدا كواحده بتحول لها حالات للاسف الايرلي ساينز اللي ما تاخدوش بالكم منها، الديليد هيلينج اوف السوكت لما اخلع والجرح ما يلمش، الان اكسبلين توث موبيليتي لما الاقي اسنان بتتلخلخ من غير سبب وبخلع سنه ورا الثانيه والاقي المنظر ده في البانوراما ذس از سكويمس سيل كارسينوما او ذس از مالجنسي، اتليست مش لازم اقول سكويمس سيل كارسينوما ده مالجنسي، يبقى الان اكسبلين موبيليتي، الفيلير ان يبقى عندي الوند يحصل له هيلينج او بعد الاكسكشن ما يحصلش هيلينج وانت قاعد متخيل ان الدنيا لطيفه، اي سنه بتتحرك من غير سبب لازم اسال نفسي انت بتتحرك ليه، عمري ما اخلع سنه من غير ما اسال، ديسفيجيا دايما اقول صعوبه البلع دي حاجه مش لطيفه اوكي. فشكل طبعا لما يبقى عندي الليمف نود فيكسد دي مش ساينز مهمه، لكن انا شايف ايه قدامي، الاورال كانسر زي ما وريتكم يطلع زي ما يطلع يطلع زي ما يطلع اوكي، المهم الهيستوري، انا ممكن اشوف حاجه ما ادلاش خوانه وممكن اشوف حاجه زي ما بقول لكم شبه كل الحاجات اللي انا عارفها قبل كده، شبه الكيراتوزس، شبه الفيروكا العاديه، شبه اللايكن بلانس، شبه اي حاجه من الحاجات دي واجي اشوفها تطلع بري مالجنت او مالجنت كونديشن، طب انا هعرف منين؟ من الهيستوري قالها قد ايه تنطبق عليها المواصفات ولا لا، والريسك فاكتورز، الريسك فاكتورز السموكينج الكحول الهيومن بابلوما فيروس، الثلاثه دول قلبين الدنيا في كل حته في العالم بالنسبه للاورال كانسر. طب ايه اخر مكان للاورال كانسر؟ البيز اوف ذا تانج، التانج واشهر مكان فيه هو البيز اوف ذا تانج والفلور اوف ذا ماوث طبعا عندي، لان كل ما رجعت لورا كل ما زاد الريسك وكل ما زاد سوء الحاله، يعني الاوروفارينجيال كارسينوما من الحاجات الكومن اكتر من التيب اوف ذا تانج وهكذا. فارجوك هي مش بالشكل، القصه مش بالشكل، امال القصه بايه؟ قصه بالهيستوري اوكي المحترم اللي انا باخده، ساينز والسيمبتومز ان لازم تو بي كونسيدرد، حاجه زي كده ذس از الكوبليكي اللي بيحصل عندنا، ان احنا مجرد ما نشوف وايت باتش في البق الاقي اول كومنت من الناس كلها ليكوبليكي. انا بقول للناس ايه، ليكوبليكيا ده مش تشخيص، ليكوبليكيا حينما يفشل التشخيص، بمعنى ان انا لما اجي اشوف وايت باتش بسال نفسي هي ممكن تكون كيراتوزس، هي ممكن تكون سكين ديزيز، هي ممكن تكون كانديدا انفكشن، ممكن تكون كيميكال بيرن، بسال نفسي الحاجات دي قبل ما اوصل في الاخر اني ما عنديش تشخيص وانها بيرسيستنس وان هي حاجه ممكن مش عارف اسمها، اروح اخد منها عينه وتطلع فيها ساينز اوف ديسبليجيا، ساعتها اقول ان اسمها ليكوبليكي. انا لو كنت سميتها سنيه كان ما فيش مشاكل، بمعنى ايه؟ بمعنى ما ينفعش ابدا اشوف وايت باتش اقول لك شكلها ليكوبليكي، لا لازم اكسكلود كل حاجه في الدنيا. طب ممكن تبقى يوريميك ستوماتايتس وايت باتش بتطلع مع الناس اللي عندها رينال ديزيز وقلت عليها في المحاضره اللي فاتت في البيزك دايجنوستيك سكيلز، ما ممكن. يبقى الفيصل ايه؟ الهيستوري، فيصل الهيستوري، اكيد الكلينيكال اكزاميشن اللي دور بس وذاوت هيستوري انت ممكن تتلخبط. في بعض الاوقات يبقى عندي a little surprise، يعني بمعنى ايه؟ يجي حاجه زي كده انا شايف انها ايه ارسر والبيشنت ممكن يكون عنده ريسنت اكستراكشن واودي البيشنت في داهيه والهيستوري هو اللي نور. البيشنت كان عنده 67 سنه عندها ulceration في الماوث is painless والبينلس، والبيشنت دي كان عندها باجت ديزيز بقالها 15 سنه. طب فرقت معايا ايه الباجت ديزيز؟ عشان اول ما هسمع كلمه باجت ديزيز اوكي هعرف ان البيشنت دي بتاخد بيسفوسفونيت ميلي اوكي انتي ريزوبتيف ميديكيشن بيأثر على العظم وبيعمل اوستيوكيمونيكروزس. مش بس كده، الباجت كمان بيجي سوبر امبوزد عليه او بيجي تباعا ليه الاوستيومولايتس. بس انا عايزك تفكر ميلي ان انا لما اشوف دايما بون ديزيز اخلي بالي العين ده ممكن يكون بياخد ادويه للبون زي البيسفوسفونيت اللي يمكن اتكلمت عليها في بوستات كتير ليا كتير جدا الناس عارفه كده، ان دايما اقول اخلي بالي دايما من الادويه دي انها بتعمل اوستيوكيمونيكروزس. انت تخيلت ان البيشنت ده ريسنت سوكت والالسر دي تخيلت انها ألسر عاديه وقلت ايه الدنيا بتهدى او بتلم، لكن المفاجاه ان انت لو خدت هيستوري محترم هتكتشف ان البيشنت دي ما عملتش اي دنتال تريتمنت ريسنتلي. يعني المنظر ده اللي انت شايفه قدامك ده، البور ريزوبشن اللي انت شايفه قدامك ده مش حاجه حلوه خالص.
اوكي. في بعض الاوقات يحصل حاجه اسمها السبونتينيوس مرونج. المرونج اللي هو ايه؟ الميديكيشن ريليتد اوستيونيكروسيس. ناس تاخد ادويه وتعمل لها اوستيوكيمونيكروسيس. ففي بعض الاوقات يحصل نتيجه سبونتينيوس وذاوت ايفن اكستراكشن. يعني كل يوم التالي بننزل نحذر من الموضوع ده، وطبعا نتعامل معاه ازاي والمانجمنت ازاي، دي ان شاء الله ممكن تبقى ليكتشر لوحدها، ازاي نمانج البيشنت اللي بياخد كيموثيرابي او البيشنت اللي بياخد ادويه بتاثر على العظم. فمنظر الالسر ده ممكن تبقى حاجات تريكي جدا. تتخيل، مش عايز اقول لكم ان البيشنت ده ممكن يتعالج من الالسر، وانا شفتها. يعني السيناريو ده انا حاطه لكم ان كيس بيشنت فيميل فعلا انا شفتها باجت ديزيز، عماله تتعالج من الالسريشن وبيطلع لها ألسرز، عماله تعالج من الالسريشن اللي تطلع في بقها ومش واخدين بالهم من الالسريشن دي. بعد كده كشفنا البون، طبعا كشفت البون وكانت اوستيو كيمو نيكروزس زي المنظر اللي قدامكم ده. بصوا المنظر ده، ده اوستيو كيمو نيكروز مرنج without extraction ولا حاجه، البيشنت ايدنشلس زي ما انتم شايفين من غير اي سبب، فجاه حصل نيكروزس وحصل ديث للبون. فدي من ضمن الحاجات اللي لازم تبقى أوير، إن مش كل ألسر لازم يكون عارف قصتها وحكايتها، في حاجات ممكن تبقى فيها سيربرايسز، في حاجات تبقى فيها لا قدر الله مصايب. عشان أسمرايز بقى في الآخر اللي أنا قلته، أنا أتكلمت على الحاجات اللي أنا حاسة الناس بتشوفها كل يوم وبتبعتها لي كتير. يمكن في حاجات كتيرة جدا تانية عايزين نتكلم عليها، لكن ده مش هيساعدنا على محاضرة ولا اتنين ولا عشر، بس إن شاء الله نجهز لكم حاجات قريب تبقى مميزة في الجانب ده إن شاء الله وتفيدكم في شغلكم كل يوم. عشان اشوف الحاجات اللي اتعامل معاها، قلت قبل كده لازم يكون عندك اطلس واتنين، اتفرج على الصور بس، مش عايز اكتر من كده. مش عايزك تقعد تقرا في الاطلس كل كلمه فيه، لكن عايزك تتفرج على الصور. برضو من الحاجات اللي فيها مايند ماب هايله ولازم اقولها في كل وقت وكل مكان، كتاب سكالي طبعا للاورال ميديسن، ده كتاب سهل جدا، ده مش هياخد منك ساعتين، عباره عن مايند ماب، خرائط لو المريض عنده كده هروح فين. وطبعا كتاب الكلينيشن جايد اللي في كل مكان برضو بقول ان هو very simple واي حد في الدنيا هيستفيد منه استفادة قصوى لو قراه، كتاب ممتع جدا. انا بحس ان هو كتاب مش هياخد معاه وقت. بالنسبة لدراج ريفرنسز الناس دايما بتسألني عليها، في عندي 2 ريفرنسز مهمين في الجانب بتاع الاوستيو كيموثيرابي، الاوستيو نيكروزس و الكيموثيرابي والراديوثيرابي. الجايد لاينز دي انا بحبها جدا، الميديكيشن ريليتد اوستيو نيكروزس بتاع السكوتش جايد لاينز، والأورال مانجمنت اوف انكولوجي بيشنت ده برضو بتاع رويال كوليدج. جايد لاينز دي موجودين على النت فور فري، تقدر تحملهم وتقدر تقراهم. بالنسبه للادويه عندي الدراج بريسكرايبنج فور دنتستري برضو للسكوتش، وعندي كل ما يخص التعامل برضو مع الادويه مع الامريكان اكاديمي، الامريكان دنتال اسوشيشن عامله دنتال دراج ريفرنس رائع رائع رائع، عباره عن روشتات. وانا قلت قبل كده ان لازم يكون عندك ريفرنس زي موزبي انا نزلته على فكره، وعندي كتابه بوستاتي موزبي الطبعه 13 موجوده، موزبي دنتال كلينيك من الحاجات الرهيبه جدا از ريفرنس، اتكلمت عليها برضو في المحاضره اللي فاتت، بس برضو عشان احب اختم بيها السيريس بتاعتي. ثانك يو واشوفكم على خير، وان شاء الله باذن الله نعمل لكم حاجه تانية قريب. انا مستنيه اسمع اسئلتكم، مستنيه الناس تتفرج وتشوف بجد وتكتب لي اسئلتها، وان شاء الله نبقى موجودين معاكم نجاوب الاسئله دي. اشوفكم على خير، وستي ات هوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.